السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الصوت كده والشاشة واضحة قدامكم ولا؟ أيوة تمام هنا. احنا بقى المرة اللي فاتت للأسف كان الأسبوع اللي فات كان في ظروف كده ما تمكناش من المحاضرة. إن شاء الله الأسبوع ده هنعوض المحاضرة بتاع الأسبوع اللي فات والأسبوع ده. هنبدأ نتكلم النهاردة عن الووتر ديسينفكشن أو تطهير المية. بالنسبة للووتر ديسينفكشن، لو احنا بصينا للمخطط اللي هو بتاع محطة المية، اللي هو المخطط ده اللي احنا عرضناه في كذا محاضرة قبل كده، من خطوات المية من أول الروت اللي هو المصدر بتاع المية لحد شبكة التوزيع. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الجزء اللي هو متعلق اللي هو الفلتريشن اللي هو فيه الأزرق ده، اللي هو فلترة المية أو ترشيح المياه، واتكلمنا على نوعين من الفلتريشن أو الفلترة. النوع الأول السلو ساند فلتر، المرشح الرمل البطيء، والرابيد ساند فلتر. بالنسبة للفلتريشن دي آخر مرحلة في تنقية المية، يبقى الووتر تريتمنت بلانت، محطة تنقية المية، بتبدأ بخزان التوزيع أو الرابيد ميكسنج تانك وبتنتهي بالفلتريشن. بعد ما المية بيتم عمل فلتريشن لها ترشيح لها، بتبقى المية جاهزة للاستخدام. بيبقى ناقص جزء صغير ان انا ابدأ اوزعها. بيبقى عندي بقى لو كان مصدر مية في بعض الكائنات الحية المسببة للأمراض، يبقى لازم نضيف مادة مطهرة. المادة دي وظيفتها انها تقتل الكائنات الحية المسببة للأمراض، فهيجي دور بقى عملية الايه؟ الديسنفكشن. يبقى الديسنفكشن هي عملية بيتم فيها قتل الكائنات الحية المسببة للأمراض، واللي هي هنبص نلاقي آخر حاجة في المحطة اللي هي مع السهم الأزرق اللي طالع لفوق ده، هنلاقي ده نهاية المحطة، وموجود السي ال 2 اللي هو الكلور اللي احنا بنستخدمه في تطهير المية أو قتل الكائنات الحية. يبقى من أدي المخطط بتاعي، هنبدأ نرجع بقى من الأول. يبقى ديسنفكشن هي عملية التطهير المياه، والديسنفكشن هي عملية اختيارية بتقتل الكائنات الحية المسببة للأمراض. غير عندنا عملية تانية اسمها عملية الاستيرينج أو التعقيم، ودي اللي مثلا بتستخدم في العمليات الجراحية في غرف العمليات، إن أنا بعمل تعقيم لها، يعني بقتل كل الكائنات الحية. لكن احنا بالنسبة للمية وعشان التكلفة فبنعمل عملية ديسنفكشن أو تطهير أو قتل للكائنات الحية المسببة للأمراض. يبقى الغرض بتاع الديسنفكشن واحد، كل هارمفول بكتيريا، هو قتل البكتيريا الضارة. تاني، تمنع التلوث المستقبلي خلال توزيع المية. يعني أنا بوزع المية في شبكة مواسير، لو حصل تلوث للمية ديت يبقى في مادة مطهرة تقضي على التلوث ده. يبقى دي عملية التطهير. تحت كده كاتبين الستيرلينج اللي هو التعقيم، اللي هو الدستراكشن أو كيلينج أوف أول أورجانيزم، قتل كل الكائنات الحية. يبقى احنا بنعمل في المية أو في عملية معالجة تنقية المياه، بيبقى عندنا عملية اسمها الديسنفكشن أو التطهير، وهي عملية قتل الكائنات الحية المسببة للأمراض. طيب طرق الديسنفكشن بقى، ذا موست كومن ديسنفكشن ميثود، الطرق المعروفة، في طرق كتير بقى لعملية تطهير المياه. في طرق منها، أول حاجة الطرق الكيميائية، كيميكال،
واحنا اشهر طريقه عندنا اللي احنا نسمع عنها كلور. يعني انا عندي في البيت انت معتادين كده نقول ايه ساعات ايه ده الميه فيها كلور زياده، ده الميه مش عارف ايه، ده الميه بيتضاف لها كلور. فالمعلومات العامه عند اي فرد ان الميه بيتم اضافه كلور. بيتم اضافه الكلور ليه؟ عشان يقتل الكائنات الحيه المسببه للامراض. طيب ادي حاجه الكلورين اللي هو كلور Cl2، في كلورو امين وكلورين ديوكسيد ثاني اكسيد الكلور والاوزون، دي المواد الكيميائيه. وفي مواد ثانيه الفضه السلفر والكلام ده مكلفه وبتستخدم في استخدامات معينه، لكن انا بتكلم عن الحاجات الشائعه. عندي طرق فيزيكال او طبيعيه لعمليه تطهير الميه زي الهيتنج او البويلنج. حضرتك مثلا واخد شاليه في حته معينه ورحت ومعاك ميه مش متاكد الميه دي كويسه ولا لا، فما معكش كلور يعني مش هتضيف لها كلور، هتعمل ايه؟ ابسط حاجه هتحط الميه هتغليها بحيث ان احنا توصل لدرجه الغليان فتقتل اي كائنات حيه وبعد كده تستخدم الميه. ثاني طريقه من الطرق اللي هي الطبيعيه اللي هي الترا فايلوت اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي اليوفي لايت، ان انا بعرض الميه للاشعه فوق البنفسجيه سواء عن طريق الشمس او عن طريق مصباح بيولد ضوء اللي هو الالترا فايلوت لايت وده بيقتل البكتيريا. دي بقى عندي الطرق العامه لتطهير الميه. احنا اشهر حاجه عندنا بقى اللي هي الكلوريشن اللي هو استخدام الكلور. طب هنيجي بقى نقول ايه هي العوامل اللي بتاثر على عمليه ديزنفكشن، يعني لما نيجي بقى نستخدم ماده مطهره في مجموعه عوامل كده بتاثر عليه. يبقى الفاكتور افكتنج ديزنفكشن العوامل اللي بتاثر على تطهير الميه، اول حاجه التربيديتي، لو الميه فيها عكاره كبيره الكائنات الحيه هتلتصق في جزيئات العكاره وبالتالي هيبقى صعب ان انا اتخلص منها. يبقى التربيديتي لازم تكون اقل من نص وحده عكاره. الأورجانيك مطر والأمونيا اللي هي موجود لو المية فيها مواد عضوية أو أمونيا دي بتتفاعل مع المواد المطهرة وممكن تبطل المفعول بتاعها. البي اتش بتاع المية لو هو عالي أو واطي بيأثر على المادة المطهرة وبيؤدي لتكوين حدة هيدروكلوريك أو هايبوكلورايد. تمبريتشر يبقى معدل تفاعل المادة المطهرة مع المية بيتأثر برضو بالدرجة الحرارة، كل ما درجة الحرارة أعلى كل ما عملية الديسنفكشن بتبقى أفضل. الديسنفكشن دوس اللي هي جرعة المادة المطهرة، يعني أنا لو زودت حطيت كلور كتير قوي هيقتل إيه البكتيريا، بس في الحالة التانية هيعمل إيه؟ هيسبب تسمم للمستخدم الإنسان اللي هيستخدم. نوع الكايند وتركيز الكونسنتريشن اوف مايكرو اورجانيزم ان ووتر، يبقى نوع المواد المطهره نوع وتركيز الكائنات الحيه الموجوده في الميه. اخر حاجه اللي هو الكونتاكت تايم اللي هو زمن الاحتكاك او التلامس ما بين الماده المطهره والميه، فده بيأثر على اللي هي عمليه قتل البكتيريا، يعني كل ما الزمن بيزيد كل ما بيقتل البكتيريا. هنبدا نتكلم بقى على الحاجه الاشهر للديسنفكشن للكلوريشن اللي هي ديسنفكشن باي كلوريشن، الديسنفكشن باستخدام مركبات الكلور. الكلور هو من اشهر المواد المستخدمه في عمليه تطهير الميه، ده عشان ايه؟ واحد its effective at low concentration اللي هو بيبقى مؤثر مع تركيز صغير منه، يعني بيقتل البكتيريا باقل تركيز. اثنين الشيب اللي هو رخيص سعره قليل، بيكون فورم ريزيدوال ودي اهم حاجه في الكلور اللي بتخلينا نستخدم الكلور مع ان ساعات بيبقى له بعض العيوب، انه بيكون حاجه اسمها الريزيدوال او المتبقى. انا في المحطه بضيف جرعه كلور بتقتل البكتيريا
بيتبقى منها جزء بيمشي مع المية في شبكة التوزيع، بحيث لو حصل تلوث في الشبكة في أي نقطة يبقى المتبقى ده، الجزء المتبقي من الكلور اللي بنسميه الريزيدوال ده، بيقتل البكتيريا أو أي كائنات حية حصل منها تلوث في شبكة التوزيع. يبقى خاصية الريزيدوال دي من أهم خواص الكلور. المواد التانية ما بتدينيش الخاصية دي، أنا ممكن أستخدم مواد أخرى غير الكلور هتقتل البكتيريا، بس في الآخر لازم نضيف كلور برضو عشان يبقى في جزء حماية للشبكة يكون للريزيدوال اللي هو حماية للشبكة. أربعة، أن أنا ممكن أستخدمه في صور عديدة، يعني ممكن أستخدمه كغاز أو هايبوكلورايت أو في سولة سائل أو مسحوب. الكلور موجود في صورة في عدة صور زي الجدول اللي انتم شايفينه ده. أول حاجة الكلورين اللي هو الكلور نفسه Cl2، وده غاز مسال وبيبقى موجود في اسطوانات هنشوفها في آخر السلايدز الصورة بتاعتها. أنا بيب صفرة كده، لو انت ماشي في الشارع ساعات بتبقى عربيات كده مكتوب عليها كلور، بص تلاقي عليها أنبوبة كبيرة كده لونها أصفر، دي أنابيب بتنقل غاز الكلور وبيبقى تركيز الكلور فيه حوالي 100%. الصوديوم هايبوكلورايت محلول الصوديوم هايبوكلورايت، وده بيبقى تركيز الكلور من 10 لـ15. في حاجة اسمها بليتشنج باوتر اللي هو الكالسيوم هايبوكلورايت، وده برضو بيستخدم كسوليد مسحوق وتركيز الكلور بي فيه من 25 لـ35. وفي هاي تيست هايبوكلورايت بايرو كالسيوم هايبوكلورايت بس بتركيز عالي، وده تركيز الكلور 70. يبقى دي الصور اللي انا بستخدم فيها الكلور، يا اما بستخدمه في صوره غاز، بستخدمه في صوره سائل، بستخدمه في صوره مسحوق وبضيفه على الميه. disinfection by coloration ده كله كلامنا خلاص، احنا قلنا في مواد كتير احنا نتكلم على الكلور. عاوزين نعمل بقى تصميم design criteria بتاع استخدام الكلور. لازم يبقى في حاجة، اول حاجة residual chlorine at the end of pipe network، يبقى الكلور المتبقي في اخر نقطة في الشبكة لازم يكون تركيزه في حدود من 1 من 10 لـ 3 من 10 ملي جرام على اللتر، يبقى لازم نحقق الشرط ده. الكمية الكلورين ديماند اللي هو كمية الكلور المطلوبة لقتل الكائنات الحية بس في المحطة هي من 3 من 10 لـ 5 من 10 ملي جرام على اللتر. طيب الجرعة الكلية بقى عشان تقتل البكتيريا في المحطة اللي هي هتديني الكلورين ديماند وتديني الريزيدوال في نهاية الشبكة من 1 من 10 لـ 3 من 10 قد ايه، يبقى الجرعة الكلية اللي انا هضيفها اللي هي التوتال كلورين دوس فور ديسنفكشن اند ريزيدوال دي بتتراوح من 0.5 لـ 2 ملي جرام على اللتر. يبقى انا بضيف الجرعه اللي هي التوتال دوس دي تعمل لي حاجتين، بتعمل قتل الكائنات الحيه في المحطه، وتاني حاجه بتعمل لي جزء متبقي بحيث يحمي الشبكه. الجرعه ديت بتبقى من 0.5 لـ 2 ملي جرام. طيب الكونتاكت تايم، زمن بقى التلامس اللي هو ما بين الكلور وما بين الميه عشان يقتل الكائنات الحيه اللي انا هحدد على حاجة على اساسه حجم الخزان اللي هو بيتم اضافه الكلور، يبقى بيقعد قد ايه؟ من 20 لـ 40 دقيقه. يبقى انا كده عمليه بسيطه جدا. ايوه معلش يا دكتور، هو ازاي انا عندي ريزيدوال كلورين اخره 3 من 10 والكلورين ديموند اخره 5 من 10 والتوتال ممكن يوصل معايا لـ 2؟ ما انا بالنسبه الريزيدوال ده هتلاقيني كاتب لك بتقول بيقول قد ايه؟ at the end of pipe network، في نهاية شبكة التوزيع، يعني المحطة موجودة اهي بعد شبكة التوزيع طولها 50 كيلو، في بعد 50 كيلو لازم يبقى فيه جزء متبقي خلال المية هي ماشية شبكة التوزيع. ايه اللي بيحصل؟ الكلور في بيبقى فيه شوائب، في بكتيريا بيتفاعل، ففي جزء بيتلاشى مع الوقت. المهم ان يبقى لي في الاخر كام؟ 1 من 10. 1 من 10 دي كانت في الاول كام؟ كانت قيمه كبيره.
تمام يعني هو يعني هو بيتبقى بعد ما نفتح الحنفيه بقى خلاص وتوصل للبيت المفروض بيتبقى من 1 ل 3 من 10. ده في اخر نقطه في ابعد نقطه كده. في البيت لكن في الاول بيبقى اكبر من كده. فانا عشان اضمن انه يوصل لي في ابعد نقطه من 1 من 10 ل 3 من 10 لازم اضيف جرعه اكبر في المحط اللي هي هتبقى من كام. انا عاوز عشان اقتل البكتيريا 3 من 10 مثلا، انا عاوز الريزيدوال في النهايه 1 من 10. طب انا عشان اضيفهم ما خلال الشبكه هيتم استهلاك جزء زي ما قلنا في مواد عضويه في موجوده في اي شوائب هتستهلك جزء من الكلور، فانا بضيف الجرعه اللي هي ايه من 5 من 10 ل 2. تمام جدا الدكتور شكرا. هي مش مجموع واحد الاول والثاني، لا الاول ده اللي هو النهايه لكن هو كان في اكبر من كده. تمام وصلتني كده. هنيجي بقى يبقى لما نيجي نصمم عشان نحدد جرعة الكلور زي بتاع القلم سوليوشن تاني، انا عندي تركيز الكلور اللي انا استخدمه مثلا 5 من 10 اضربه في كيو يديني كمية الكلور اللي انا بستخدمها في اليوم. عاوز احدد حجم الخزان اللي بيتم اضافة الكلور فيه، هقول مثلا 30 منت نص ساعة، يبقى كيو ديزاين في نص ساعة اداني حجم الخزان واجيب ابعاد. عملية بسيطة جدا، يبقى ديزاين كريتيريا بتاع الكلور مفيش فيها ايه اي مشكلة. طيب هنيجي بقى سؤال يعني بنقول ايه الريكويرمنت اوف جود ديسانفيكشن، ايه متطلبات عمليه التطهيل الجيده؟ يعني انا لما اعمل ديسانفيكشن الميه لازم احقق مجموعه متطلبات. اول حاجه افكتيف ان ديستروينج اول كايند اوف باثوجينيك بكتيريا، يبقى هو يكون له فعاليه في قتل كل انواع الكائنات الحيه المسببه للامراض. دو اتس تاسك وزير اليزرور كونتاكت تايم، بيعمل عمليه التطهير في وقت معقول وقت صغير وفي درجه الحراره العاديه. ايكونوميكال اند ايزي، سعره اقتصادي وسهل الاستخدام. جيف ريزيدوال، ودي اهم حاجه في الماده المطهره، لازم تديني ريزيدوال لحمايه الشبكه. انا ممكن اقتل البكتيريا داخل المحطه وبعدين الماسوره تنكسر ونصلحها يدخل ميه مجاري هتعمل تسمم وامراض للناس كلها. لو في ما فيش كلور هتبقى مشكله كبيره جدا، يبقى جيف ريسيدوال كونسنتريشن. نوت تو اكسس، لازم الماده المطهره ما تكونش سامه، يعني مش هضيف ماده تقتل البكتيريا وتكون سامه للانسان. الكلور لحد الحدود اللي احنا قايلينها فوق في الصفحه اللي هي موجوده فوق ديت دي ما بتاثرش على الانسان، لكن لو زادت ممكن تكون سامه للانسان. لازم يكون سهل الاستخدام وطريقه اضافته سهله والكلام ده. يبقى ديت متطلبات الجود سكشن او الماده التطهير اللي جاي. ده الفلورايد للمحطه زي ما قلنا ان انا بعد الفلتريشن بضيف الكلور، يبقى بنيجي نعمل خزان او طريقه نضيف بيها الكلور. طيب الديسفكشن باي كلوريشن له كذا حاجه يعني نعرفها كده بسرعه. يعني انا بضيف الكلور الماده المطهره ممكن اضيفها زي ما انا قلت بعد الفلتريشن عشان تقتل الكائنات الحيه المتبقيه وتعمل حمايه للشبكه، بس ممكن استخدمها في مناطق ثانيه. اول حاجه في الجدول اللي انتم شايفينه ده الاي بري كلوريشن، لو انا عندي ومكان الاضافه بيفور كواجوليشن قبل عمليه الكواجوليشن والتركيز موجود من 5 ل 10. لو انا عندي الميه نفسها خام فيها تركيز كائنات حيه كبيره، الكائنات الحيه ديت هتاثر على الفلتريشن وهتقرف المسامات بتاع الفلتر وهتسد وهتعمل مشكله في المحطه، فبضيف جرعه مبدئيه بيبقى جرعه كلور مبدئيه قبل الايه كواجوليشن. البوست كولوريشن دي اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي بعد الفلتريشن عشان نقتل البكتيريا وتعمل لي ريزيدو. رقم سي حاجه اسمها سوبر كولوريشن، دي افتر فلتريشن. يعني انا ما مثلا في حاله ازمنه الاوبئه لو عندي وباء كوليرا عندي وباء تيفويد وانا خايف ان المايه الخام ملوثه والكلام ده، فبالتالي بنضيف جرعه عاليه من الكلور، يبقى ديت بنضيفها عشان ايه نضمن ان احنا قتلنا كل الكائنات الحيه.
يعني دلوقتي يا دكتور بيتم إضافة جرعة كبيرة من الكلور عشان كورونا؟ للأسف هو كورونا ما ثبتش إن الكلور يعني إنها في المية، يعني بتنتقل في المية الشرب، يعني مش من ضمن وسيلة بتاعتها مية الشرب، بس هو لو ثبت يبقى إحنا لازم نضيف جرعة كبيرة. يا وزارة الصحة يا دكتور قالت إن خارج المحطة مفيش مشكلة إن يبقى 5 مللي جرام في اللتر، ده في حد أقصى. والله أنا خارج، بس المستخدم مشكلة يعني، ده هي بتتكلم يعني في بداية شبكة، يعني بداية شبكة توصل ل5 مللي جرام في اللتر، ده في أقصى الحدود، يعني في حالة فيروس، في حالة أي من سبب. والله يعني في حاجة اسمها disinfection by product، يعني احنا بس من الوقت عندنا محدود وما عندناش في حاجة اللي هي الناتج عن الكلور ده، بيسبب مادة اسمها تراي هالوميسان ومواد تانية، المواد دي مسببة للسرطان، تمام. فلو زادت الجرعة بتاع الكلور بتتكون المركبات ديت، وبالتالي بتؤدي لإصابة الإنسان بالسرطان. الجرعة العالية للكلور بغض النظر عن إنها سامة، لكن إنها بتتفاعل مع المواد العضوية والمواد الموجودة في المية وتكون لي الباي برودكت اللي هو المواد المسببة للسرطان. فإحنا في حاجة اسمها يعني احنا شاكين ان في كورونا دلوقتي وعمل، بس ما بيتمش، انا يعني من الواقع الفعلي ما فيش جرعه كلور زياده دلوقتي عشان الكورونا، لكن لو فرضا ان في وباء واحنا خايفين منه فبنضيف حاجه اسمها سوبر كلوريشن، بنضيف جرعه كبيره من 2 ل 3. طيب بقى عندي نسبه كبيره وانا خايف ان الكلور ده يسبب ضرر للانسان، بنعمل رقم اخر حاجه في الجدول اللي هي تحت اللي هي اف دي كلوريشن، بنعمل عملية نزع للكلور، يعني أنا ضفت كلور كتير عشان أتأكد إن أنا قتلت كل الكائنات، لأن أنا خايف من مرض معين، الكلور ده لو استمر في الشبكة هيسبب أمراض للمستخدم ومركبات مسرطنة، فإحنا بنعمل له نزع، بنشيله تاني، يبقى بعد الفلتريشن والجراوند تانك بنعمل عملية إيه؟ ريموفر للكلور، بنعمل عملية بطرق عديدة يعني، يبقى دي اللي هي ايه دي كلوريشن. طيب انا عندي رقم دي بقى الدبل كلوريشن اللي هي عبارة عن ايه زائد بي، يعني انا في غالبية المحطات ممكن بضيف جرعة مبدئية وجرعة في نهاية المحطة. في حاجة اسمها اي بريك بوينت كلوريشن، وديت نوصل لنقطة الكلور اللي بينتج، النقطة اللي بينتج بعدها الكلور الحر اللي هو بيبقى ريزيدوال، ودي لازم نحققها في المحطة. يهمني بس نعرف ايه والبي والسي والاف اللي هي الدي كلوريشن. هي الاي بي البريك بوينت ده دكتور جرام عملي ولا؟ ده بيبقى احنا بنضيف الكلور وبنقعده وقت معين، لازم نتأكد ان الكلور اللي هو بيتبقى الريزيدوال اللي هو موجود في الميه ده اسمه الفري كلوري، الكلور الحر، حاجة زي تجربة الكاسات كده في الشاب تعمل في يعني هي بطريقه معينه بنقيسها بجهاز معين نتاكد ان في كلور حر متبقي لعمليه الريزيدوال. تمام. ده الاسطوانه الكلور اللي انا قلت لكم عليها، هي اللي هي الاسطوانه الصفراء ديت بتبقى بالطن، في من اول ربع طن لحد 2 طن اسطوانه. الاسطوانه دي مثلا بتبقى المحطه فيها عدد من الاسطوانات في عنبر خاص بالكلور، والاسطوانات ديت بنبدا نوصلها ونسحب منها. العنبر ده بيبقى ارتفاعه عالي عشان يبقى جيد التهويه، ومزود بوينش عشان ننقل الاسطوانات ونركبها على المأخذ بتاعها، وبيبقى جيد التهوية، وفي وسائل حماية وفي أجهزة إنذار ضد تسرب الكلور، لأن الكلور ده غاز سام وممكن يؤدي يعني يؤدى فعلا لموت عدد كبير من العمال داخل محطات المياه. دي الطرمبات اللي بيتم بيها إضافة الكلور، لو انا بستخدمه كسائل اللي هو مضخات المياه الحقن للكلور، او اجهزه حقن الكلور دي لو انا بستخدمه كغاز.
ده مثال كده بقى على تصميم الكوريليشن. عندي الجرعة واضربها في التصرف تديني الكمية، ونسبة الجرعة ادتني الكلام ده، يبقى ادي الجزء بتاع الديسنفكشن. يبقى احنا دلوقتي جزء بسيط جدا، ونعرف بس الديسنفكشن الغرض منه، وان اهم حاجة الديسنفكشن باي كولوريشن. والكلور ده اهم او اشهر حاجه مستخدمه في تطهير ميه، في طرق كتيره جدا. اللي عاوز يقرا ممكن يبقى يقول لي وانا اديله يعني حاجات يقراها على الديسنفكشن، واستخدام الاوزون، استخدام الالترا فايلت وهكذا. لكن اللي احنا بنستخدمه في المحطات في مصر اللي هو الكلور، بس هو ده كويس. ما بقاش عندنا الرفاهيه ان احنا نستخدم اوزون او اشعه فوق بنفسجيه لانها مكلفه. هو ايوه الكلور ممكن اضيفه بآلية معينة، ولا مجرد ما بحط الكلور على المية كده وخلاص؟ لا، الكلور بيبقى له خزان، لازم يبقى فيه مدة تلامس ما بين الكلور والمية نص ساعة على الأقل. ماشي، يعني بعمل بقوم محلول الأول ولا؟ بحقنه في مدخل الخزان. لو أنا بستخدمه محلول يعني سائل، بيتحقن بواسطة طرمبات بمعدل إضافة معين. لو انا بستخدمه غاز برضه بضيفه كغاز بمعدل، انا عارف ان انا جرعه الكلور اللي انا عاوزها مثلا 3 من 10 مللي جرام لكل لتر، فبجيب جهاز حقن بعداد لكل لتر يحقن 3 من 10 مللي جرام. لو هو سائل بحسب بقى التصرف بتاع السائل، واشوف ان كل لتر حقن له قد ايه بالاجهزه اللي احنا ايه اللي انا وريتها لك. تمام. يعني ادي يعني هنا بالنسبه لده الترومبه ديت بتحقن السائل، ولازم يبقى فيه عداد طبعا عشان يحقق الايه، يعني يشوف التصرف المطلوب ونحسبه. وده جهاز حقن اللي هو ايه غاز، ويبقى فيه عداد برضو بيحسب الكميه بتاع الغاز. الجزء بقى الثاني اللي هنتكلم فيه في المحاضرة النهاردة اللي هو الاستورج، اللي هو التخزين. لو رجعنا برضو لنفس الايه الرسمة بتاعتنا الفلو لاين للمحطة، زي ما قلنا بس الكلور للروضة. كغاز هضيفه ازاي في المية؟ ايه ده؟ الكلور وهو غاز هخليه يختلط بالمية ازاي؟ ما انا بحقنه في ماسوره الدخول للحوض، وعندي خزان يعني نتكلم بقى ان احنا المفروض بنعمل خزان الميه تقعد فيه نص ساعه عشان يبقى فيه تلامس ما بين الكلور والايه؟ تفاعل يعني ما بين الكلور والميه. يعني هو ففي ماسوره الميه خد جايه في ماسوره، فبحقن الكلور في الماسوره اللي داخله للخزان. ماشي؟ ماشي، سواء بقى غاز او مسحوب. بالنسبه هنا الفول لاين بتاع المحطه بعد الفلتريشن، احنا شايفين ادي الكلور اهو، اضافه الكلور. طيب انا الكلور عشان اضيفه عاوز خزان الميه تقعد فيه نص ساعه، فانا طبيعي كده في المحطه انا بعمل خزان ارضي، حاجه بنسميها جراوند ستورج، تخزين ارضي للميه عشان الطوارئ وعشان اخزن كميه ميه للاستهلاك وعطل المحطة. فبيبقى عندي خزان أرضي موجود في المحطة بخزن فيه المية، فأنا بستخدمه في إن أنا بضيف الكلور في المدخل بتاعه، بستخدمه كخزان لمزج الكلور. يبقى ده اسمه الجراوند تانك اللي هو الخزان الأرضي، وده بيبقى موجود داخل المحطة، بس هو بيتبع شبكة التوزيع. يعني هو الجراوند تانك كتصنيف ما بيتبعش تنقية المية، بيتبع توزيع المية، بس هو مكانه دايما داخل محطة المية. بعد كده الخزان الأرضي اللي أنا عامله في المحطة، يبقى المحطة بتنتج المية وتخزنها في خزان أرضي داخل المحطة. أنا عشان أوزع عندي الهاي ليفت بامب اللي هي موجودة تحت ديت، الترمبات الضغط العالي هتسحب بقى من الخزان الأرضي وتضخ في شبكة التوزيع بتاع المدينة، اللي هو بتضخ مثلا لو المحطة بعيدة عن المدينة في خط ناقل للمية
بينقل لشبكة التوزيع. لما نيجي نبص اللي هو موجودة تحت ديت، دي شبكة التوزيع بتاع المدينة. يبقى الهاي ليفت بامب دي بعد الخزان الأرضي بتسحب المياه منه وتضخها في شبكة التوزيع. شبكة التوزيع اللي هي المربعات ديت، يعني حسب رسمة الشوارع هنلاقي حاجة اسمها الاي تي اللي هي الاليفيتد تانك، اللي هو الخزان العلوي، اللي هي خزانات المياه العلوية اللي هي موجودة في أي مدينة أو قرية. بتبص لها في خزان عالي، ده خزان علوي لتخزين المياه. يبقى عندي الاستورج ده بعد عملية التنقية، يا إما بيبقى تخزين أرضي يا إما تخزين علوي. الديستريبيوشن بقى أو خزانات التخزين بنستخدمها عشان إيه؟ عشان نقابل التغير في الاستهلاكات. يعني أنا عندي مثلا خلال اليوم الواحد الصبح الاستهلاك غير الظهر غير بالليل، يبقى أنا مثلا بالليل الاستهلاك قليل والصبح بيبقى الاستهلاك عالي. طب الفرق ده هوديه فين؟ فبالليل أخزن مية واستخدمها الصبح. لو عندي حريق بروفايد ستورج فور فاير فايتنج، يعني من ضمن يعني الحاجات المهمة جدا لشبكة المياه انها تديني القابلية انها توفر مياه في حالة حدوث اي حريق لإطفاء لاستخدام المياه في اطفاء الحرق. بروفايد ستورج فور امرجنسي، يعني بتخزن برضو للطوارئ. انا عندي النهارده احتياج المياه لسبب معين، احنا عندنا في طنطا مثلا نادي طنطا دخل الدرجة الأولى، كان أيام الجماهير مثلا يقول لك إيه هيلعب مع الأهلي، بص لها مثلا 100,000 200,000 ناس كتير بقت موجودة عاوز أوفر لهم مياه. عندنا السيد البدوي كان بيعمل مثلا المولد بتاعه يجي 1 مليون 2 مليون، طب في دي حالة طوارئ عاوز أوفر مياه، يبقى باخدها من المياه الخزانات اللي هي موجودة. يبقى الاستورج ورك اللي هي اعمال التخزين يوزد فور ستورنج ووتر ويزن اور نير ذا ديستريبيوشن، تستخدم لتخزين الميه في او قريبا من منطقه التوزيع. المين تايب اوف ستورج ريسفوار، انواع الخزانات الرئيسيه، اول حاجه الجراوند ريسفوار او تانكس اللي هو الخزان الارضي، تاني حاجه اللي فيه التانك. يبقى التخزين عندي حاجتين اساسيين لهم، الخزان الأرضي وده غالبا بيبقى موجود داخل محطة التنقية، والخزانات العلوية دي بتبقى داخل منطقة التوزيع أو داخل اللي هي داخل المدينة أو القرية. يبقى دول النوعين بتوع التخزين. لو جينا نبص على الأول حاجة اللي هو الجراوند ستورج اللي هو الخزان الأرضي، الخزان الأرضي زي ما احنا شايفين عبارة عن خزان بيبقى منسوب المية فيه تحت منسوب سطح الأرض. لو احنا شايفين كده على الشمال مكتوب ادي الجراوند ليفل، منسوب المية فيه مع او تحت منسوب سطح الأرض، يبقى دي منسوب ايه المية. الخزان ده مقسم لمجموعة حوائط عشان تشيل السقف بتاعه، المسافة ما بين الحائط والتاني 5 متر، الخزان ده طوله في حدود يوصل لحد 50 متر، فأنا خزان أرضي عاوز أشيل السقف على 50 متر مش هينفع، فبنعمل مجموعة من الحوائط. الحوائط ديت بينها وبين كل حائط والتاني زي ما شايفين تحت خالص كده 5 متر. الحوائط ديت بيبقى عشان زي ما قلنا احنا بنضيف الكلور وبنستخدم الخزان ده في مزج الكلور، فعملناها زي بفل، زي لو فاكرين البفل ديفلاكوليشن تانك، خزان الترويب ذو الحواجز. فالحواجز اللي في الخزان دي بنستخدمها برضو كأنها بفلز، بتقلب الميه بطيء عشان تقلب الكلور. لما نشوف في الجزء الاليفيشن اللي فوق ادي الميه بتدخل ماسوره الدخول، بتدخل للخزان، موجود أدام بنقول منسوب مية، يبقى في حاجة اسمها floating valve اللي هو محبس عوامة عشان نحافظ على منسوب المية في الخزان.
تمشي المايه ما بين الحواجز لحد ما توصل للاخر اللي هي ماسوره الخروج، والماسوره ديت بتبقى اوطى شويه من القاع. الماسوره ديت بتسحب المايه في محبس غلق عليها بحيث ان انا اتحكم في خروج او المايه من الخزان. يبقى الخزان ده بيبقى تحت منسوب سطح الارض، يعني على الشمال اهو ادي الجراوند ليفل وادي اليمين جراوند ليفل. الخزان نفسه سقفه بيبقى اعلى من سطح الارض في حدود ربع نص متر، بحيث ان هو يبقى واضح ان ده خزان ارض عشان ما يبقاش فيه فوق حركه مرور او حاجه. طيب الميه بتوع الخزان ده بخزنها وقت معين، لو الميه قعدت فتره في ظروف لهوائيه في حاجه اسمها بكتيريا لهوائيه هتنشط تكون ايه؟ طعم ورائحه الميه، هتخلي الميه يعني زي ما بنقول كده تعطر. طب نعمل ايه؟ بنعمل هوايات اللي احنا شايفينها فوق دي، اير فنت، اللي هي هوايات وظيفتها انها بتعمل تهويه للميه بحيث ان ما يحصلش تفاعلات لهوائيه. نبص على رسمه تانية للخزان، ادي برضو رسمه تانية اوضح شويه، ادي ماسوره الدخول، ادي الخزان، ادي الهوايات اللي هي الاير فنت اللي هي الهوايات اللي هي بتهوي الميه، ادي منسوب الميه، وادي ماسوره سحب الميه بتبقى اوطى من حوالي نص متر من قاع الخزان. وادي الحوائط الحاجزه اللي هي موجوده. دايما الخزان بنعمله وحدتين، يعني في حائط اهو زي ما انتم شايفين في البلان من تحت فاصل الخزان لجزئين، يبقى الخزان بنشغله بنعمله جزئين بحيث لو في جزء فيه مشكله يبقى الثاني شغال لحد ما نحل، او بنعمل صيانه في جزء نعمل صيانه دايما. والمسافه ما بين الحاجز والتاني زي ما انتم شايفين كده 5 متر، يبقى هي ستاندرد كده في اي خزان. لما نيجي نقول طول الخزان كام؟ هنقول مثلا 5 في 5 في 25، 5 في 6 في 30، 5 في 7 5 في 8، يبقى الخزان مضاعفات الخمسه في الطول. العرض اي حاجه مفيش مشكله. يبقى لما نيجي نحدد ابعاد الخزان بنحدده الطول مضاعفات الخمسه، لكن العرض اي رقم. وادي رسمه ثالثه برضو الخزان، يبقى انا حطيت لكم ثلاث رسومات بحيث الرسمه الواضحه نشوف. يبقى ادي الرسمه برضو، ادي منسوب سطح الارض، منسوب الميه ما بيزيدش عن منسوب سطح الارض عشان ما يحصلش فيضان للميه. الهوايات موجوده اهي، في كل جزء بيبقى فيه هوايه، يعني كل ما بين كل حائط والتاني فيه هوايه. الميه برضو ادي المخرج، في المدخل فيها فلوت فالف، عوامه محبس عوامه عشان يحافظ على منسوب الميه، وادي ماسوره السحب بتسحب من الجزئين. يبقى ده الخزان الارضي، وبيبقى خزان عباره عن خزان تحت سطح الارض وظيفته ان انا اخزن فيه الوقت. هنقول الوظيفه بتاعته دلوقتي، في حد مش متخيل شكل الخزان؟ اقول له سؤال في الجزء ده عشان نكمل بعد كده. هو الخزان السحب بتاعه من اليمين ولا من الشمال ده؟ لا هو الدخول يعني ايه، لو بصينا في الرسمه الموجوده دي عند منسوب اللي هو كاتبه ايه، بيقول لك فروم رابيد ساند فلتر، يبقى ده ايه؟ الدخول في العالي، منسوب الدخول ايه؟ اعلى. وعليه محبس ايه؟ عوام. لو بصينا في البلان تحت الماسوره اللي الدخول بتتقسم لجزئين عشان عندي الخزان مقسوم جزئين، وفي محبس عوام عشان تتحكم في دخول الميه. الخروج بقى تو سامب اوف هاي ليفت بامب اللي هو على اليمين، مكتوب كده تو سامب اوف هاي ليفت بامب لبيارة الترمبات العالية اللي هي الضغط العالي اللي احنا قلنا هتضخ في الشبكة. هو انا بعمل بيارة للضغط العالي ولا بسحب الترمبات من الخزان على طول؟ ما هو يعني انا بيبقى عندي مثلا في المحطة 4 خزانات 6 خزانات، فبالتالي الترمبة لو انا عندي هم خزان واحد خلاص الترمبات هتسحب منه، لكن انا عندي 6 خزانات بيبقى في بجمعهم كلهم على وحده ترمبات. طب وحده الترمبات عشان تسحب لازم يبقى في الترمبات دي في بياره صمب عشان تضمن ان انا هتسحب ميه بايه؟ بامان. لكن لو انا بسحب من خزان واحد مش محتاج صمب، لكن انا عندي دول 6 خزانات مثلا، صممت المحطه طلع فيها 6 خزانات، فانا بوصل كل خزان بماسوره على الصمب بتاع الهاي ليفت بامب والترمبات تسحب. تمام ماشي. في سؤال تاني؟
هل في من الخزانات الأرض وحدات احتياطي، ولا بعمل الخزان على قد لا الشغل؟ لا، الأرض ما فيهوش احتياطي، تمام. بس العدد ما يقلش عن 2. عشان ايه احنا يعني تقسيم العدد ما يقلش على 2، ولا اه هو دي وحدة ودي وحدة تانية؟ بالنسبة لو رجعنا للخزان ده، في بعض الناس برضو عشان ما ايه بتعتبر ان ده خزان واحد، ايوه انا بتكلم في كده، وفي بعض الناس بيعتبر ان الخزان ده ايه 2. وزين اللي انا ممكن اقفل على واحد يا اما اول يا اما لان تسعة. انا عندي ممكن اقفل على اليمين واشغل الشمال، اشغل الشمال اليمين واقفل على الشمال، فده حقق لي شرط الاثنين. يعني انا لو محطه محتاجه يعني حسبتها وطلع خزان واحد بالشكل ده جزئين، ده حقق لي شرط خزانين. بس في نفس الوقت هيبقى تصرف اليمة الواحدة نص التصرف اللي أنا عايزه. ايوه، اصل هو مش نص التصرف، هي بس وقت اسمعني، التخزين انا بخزن في الخزان ده متوسط 8 ساعات. لو انا خدت واحد من الاثنين يبقى عندي ميه تكفي كام؟ 4 ساعات بس. هي دي الفكرة. أيوة طيب لو حصل مشكلة في الوقت اللي انا بعمل فيه الصيانة دي هتبقى ايه؟ لكن هو هيبقى فيه ميه تكفي نص الوقت. هي تمام. كده كده المحطة شغالة. ايوه عشان لو في جزء في صيانة او حاجة او تطهير يعني يكون تمام. الجزء الثاني شغال. تمام الجراوند تانك بقى عاوزين نعرف وظيفته، يعني بنعمله ليه. الجراوند تانك اللي هو الخزان الارضي ده بنسميه كلير ووتر ريسيرفوار، خزان المياه النقيه او خزان المياه الارضي الارضيه النقيه، يبقى خزان المياه النقيه. وده بيظهر في محطه التنقيه بعد الديسنفكشن وقبل الهاي ليفت باب. يبقى الخزان الارضي ده هو خزان لتخزين المياه النقيه موجود في محطه التنقيه بعد اضافه الماده المطهره وقبل محطه الضخ العام. الغرض منه اول حاجه يحقق اشتراطات الديزنفكشن، يبقى بروفايدنج ذا ريكوايرد اوف كونتاكت تايم فور ديزنفكشن، يحقق زمن البقاء بتاع الديزنفكشن، لان انا بستخدمه كايه؟ كخزان للديزنفكشن، كونتاكت تانك للديزنفكشن، فلازم أن يحقق لي شرط ان زمن البقاء بتاع الماده المطهره اللي هي من 20 ل 40 مللي. تاني حاجه تو كفر فلاكوليشن اون كونسبشن، يعني انا عندي دلوقتي الاستهلاك على مدار اليوم في اختلاف، طب على مدار الاشهر مش عندي كيو ماكسيمم ديلي وكيو ماكسيمم مانثلي، طب في اختلاف ما بين اقصى شهر انا بصمم المحطه على كيو ماكسيمم مانثلي اللي هي 1.4 كيو افريج، طب في حاله اقصى يوم في الشهر اعوض المايه دي منين؟ بنعوضها من خزان الايه؟ الارض. بروفايدنج ايمرجنس ستورج، بيخزن ميه احتياطيا من 4 ل 10 ساعات، بيبقى دايما في ميه، يعني حسب ما انا اصممه ممكن اصممه على 4 لحد 10، يبقى انا صممته مثلا على 8 ساعات يبقى عندي ميه احتياطي، لو المحطه عطلت، كهرباء عطلت، الترمبات عطلت، يبقى ممكن اسحب من الخزان ده الفتره اللي انا مصممها اللي هي من 8 مثلا 8 ساعات. يبقى لو حصل عطل في المحطه حتى كلها وقفت 8 ساعات ممكن اسحب من الخزان الايه؟ الارض. بروفايدنج 80% بيوفر 80% من المياه احتياجات الحريق. يبقى انا دلوقتي لو انا بنحسب احتياجات الحريق للمدينه، عاوز الحريق مثلا عاوز 1000 متر مكعب ميه بتاع الدفاع المدني، هنقول ازاي بنحسبه دلوقتي. طب الميه ديت بخزنها، بتبقى جاهزه، بخزنها فين؟ الخزان الارضي. يبقى الخزان الارضي فيه 80% من الميه اللي انا محتاجها لاطفاء الحريق، وال 20% فين؟ في الخزان العلوي. بعد كده السيفتي اللي هي امان، ان انا بخزن الميه بطريقه امنه ما فيش تلوث،
واليونيفورميتي اوف اوبريشن اوف ووتر تريتمنت بلانت، انتظاميه تشغيل محطه الميه. يعني انا محطه الميه شغاله على معدل ثابت، انا عاوز اسحب ميه بصوره كبيره هسحبها من الخزان الارضي، لكن المحطه شغاله بنفس المعدل. الديزاين كريتيريا، الكيو ديزاين، تصميم الخزان بيتم على كيو ماكسيمم مانسي اللي هو 1.4 كيو اف. حجم الخزان اللي هو الفوليوم او التوتال كاباسيتي اوف ذا جراوند تانك الاكبر من هيساوي في 1 او في 2 او في 3 زائد السي فاير. الفي 1 والفي 2 والفي 3 هنقولهم، السي فاير اللي هو 8/10 من احتياج الحريق اللي هو تخزين الحريق. الفي 1 اللي هو نص على 24 الكيو ديزاين اللي هو فور ديسنفكشن، لازم يحقق لي ان الميه تقعد الوقت بتاع الديسنفكشن هنقول اللي هو نص ساعه. تاني حاجه الفي 2 اللي هو الفلاكوليشن، التغير في الاستهلاك خلال اليوم اللي هو كيو ماكسيمم ديلي ناقص كيو ماكسيمم تصرف اقصى يوم ناقص تصرف اقصى شهر نضربه في واحد يوم، يبقى ده هيديني ايه اللي هو الفلاكوليشن او الاختلاف ما بين تصرف اقصى يوم واقصى شهر. الفرق ده بنخزنه في الخزان الارضي، يبقى ادي في 2، يبقى لازما الفرق ده يكون متخزن فين ما بين استهلاك اقصى يوم واقصى شهر في الخزان الارضي. الامرجنسي اللي هو نخزن الميه من 6 ل 10 ساعات، زي ما قلت لك هنخزن يبقى حجمه الميه مثلا هختار 6 8 10 ساعات ديت عشان الطوارئ. السي فاير اللي هو بتساوي 4 أو 80% من احتياجات الحريق. طب احتياجات الحريق نحسبها ازاي؟ نقول ان كل 10,000 نسمه، ده الكلام ده اللي بيقوله الكود بتاع الحريق واللي هو وبيطبقه بتوع الدفاع المدني، بيقول لك كل 10,000 نسمه في المدينه بيحصل ممكن اسوأ حاجه ايه؟ ممكن يحصل لهم حريق في نفس الوقت. طيب يبقى انا لو عندي مدينه تعدادها 100,000 نسمه ممكن يحصل فيها كام حريق في نفس الوقت؟ يبقى 100,000 نسمه على 10,000 يبقى يحصل فيهم 10 حرايق في نفس الوقت، ده اقصى حاجه ممكن تحصل. طب الحريق الواحد مدته قد ايه؟ قالوا الحريق بيتراوح ما بين ساعه لساعتين، فنقول ان هو ياخد ساعتين عشان نطفي الحريق. طيب كميه الميه اللي انا بستخدمها لاطفاء الحريق من حنفيه الحريق الفاير هيدرنت 60 متر مكعب في الساعه، يبقى الحريق الواحد محتاج كميه ميه قد ايه؟ محتاج 2 في 60 120 متر مكعب للحريق. طب عدد الحرائق قد ايه؟ اللي هي البوبوليشن عدد سكان المدينه مقسومه على 10,000، ده هيديني ايه؟ الفاير ديماند اللي هو احتياج الحريق، هناخد 8/10 منه ونخزنه في الخزان الارضي. يبقى الفاير فايتنج ديماند هيساوي البوبوليشن على 10,000 مضروبه في 2 اللي هي ساعتين زمن الحريق في 60 متر مكعب اللي هي كمية المية لإطفاء الحريق في الساعة. طب يبقى كده من اللي احنا قلنا ده كله جبنا حجم الخزان، هنحسب فيه واحد. طب واحد هيقول له كيو ديزاين ده نص ساعة اللي هي في واحد وفي 3 6 10 ساعات، طب يعني ما نشيلها؟ هقول له لا، الكود بيشترط ان انا احقق احتياجات الديزنفكشن، يبقى لازم انا احققها مع اني انا عارف ان في واحد ديت كده كده انا بستبعدها، بس لازم انا اقول له ان الخزان محقق الوقت اللازم للديسنفكشن اللي هو من 40 ل 60 دقيقه اللي هو من 20 ل 40 دقيقه او متوسط نص ساعه. طيب بنحسب في 1 في 2 في 3 هيطلع لكل واحد قيمه، هنروح واخدين الاكبر منهم يبقى ذا بيجست اوف في 1 اور في 2 اور في 3. بعد كده خدنا الاكبر منهم هنروح حاسبين احتياج الحريق نضربه في 8/10 يبقى ده السي فاير، يبقى السي فاير 4/5 او 80% من الفاير فايتنج ديمان. يبقى جبنا حجم الايه؟ الخزان. عاوزين نجيب بقى ايه؟ ادام جبنا الحجم عاوزين نجيب الايه؟ ابعاد الخزان. اول حاجه الثاني يا دكتور راس، نعم في 2 كيو ماكسيمم ديلي ومانس ما ركزت فيه. الفي واحد دي للديسنفكشن دي نص ساعة في كيو ديزاين مفيش مشكلة. طب الفي اتنين
اللي هي الكلو ماكسيمم ديلي ناقص كلو ماكسيمم مانثلي في واحد يوم. يبقى ده الاختلاف ما بين استهلاك اقصى يوم واستهلاك اقصى شهر، اللي هي عباره عن كام بقى؟ 1.8 من 10 ناقص 1.4 من 10 في كيو افريج، ده الفي 2. طب وده مسمى ايه؟ ان هو الفرق الكيو والكيو يديني ايه؟ ما هو ده بيعوض زي ما قلنا في من وظيفه الخزان، بيعوض الفلاكوليشن الووتر كونسبشن، التغير في الاستهلاك على مدار الايام. انت عندك مثلا محطه انا بصممها، لو انت من يوم ما بدات تصميم محطه التنقيه بنصممها على كيو ماكسيمم مانث اللي هو 1.4 من 10، تمام؟ مش كده؟ طب انت عندك في ايام عندك التصرف اللي هو اقصى يوم بيبقى 1.8 من 10، طب الفرق ده هنجيبه منين؟ طيب يعني الديزاين، طب الديزاين بتاع الخزان نفسه على المانسلي ولا الدايلي؟ ما هو زي ما انا بقول لك، انا بحسب الفي واحد وفي اتنين وفي تلاتة. البي 3 الكيو ديزاين بتاعها هي الدايلي اللي هي كيو ماكسيمم مانسلي اللي هي 1.4 من 10، ما انا كاتب لك هو رقم واحد فوق كيو ديزاين عباره عن كيو ماكسيمم مانسلي. كيو ماكسيمم مانسلي، يعني الفرق دوت بعوضه في اتنين بس. ايوه في اتنين. تمام. لكن انا في ثلاثة انا باخد ميه للطوارئ، وهي المحطه بتنتج شغال على كيو ماكسيمم مانثلي. طب انا هخزن ميه للطوارئ قد ايه؟ من سنت ل 10 ساعات. تمام. جبنا حجم الخزان بقى، خدنا الاكبر من في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة وزودنا عليهم احتياجات الحريق، جبنا حجم الميه في الخزان. عاوزين نجيب ابعاد الخزان اللي هو موجود ده، اللي هو العرض بتاعه بي والطول ال او العمق بتاعه هنجيبه كام. اول حاجه النمبر اوف تانك اكبر من او يساوي 2، عدد 2 خزان. طيب اللينس اوف تانك طول الخزان بيبقى حوالي 50 متر، يبقى ال ال اقل من او يساوي 50. العرض نفس الكلام برضو اقل من او يساوي 50، يبقى الطول والعرض بتاع الخزان في حدود 50 متر. طيب المقطع بتاع الخزان يا اما سكوير او ريكتانجولر، يبقى خزان يا اما مربع يا اما مستطيل. العمق الميه في الخزان من 3 ل 5 متر. طيب يبقى انا جبت حجم الميه قسمتها على العمق، مثلا هختار 5 متر، جبت المساحه السطحيه، اشوف المساحه السطحيه دي اكبر خزان 50 في 50 واقسمها على 2500 هشوف يطلع لي كام خزان. المهم ان هم يبقوا ازيد من او يساوي 2. يبقى التصميم ده عمليه بسيطه جدا ما فيهاش حاجه، في هجيب الحجم واقسمه على العمق هيديني ايه؟ المساحه السطحيه، وبعد كده افرض الطول والعرض عدد الخزان. في بعض الملاحظات لازم نخلي بالنا منها في الخزان. اول حاجه المنسوب الميه الووتر ليفل از ذا سيم از جراوند ليفل، المنسوب الميه في الخزان هو نفسه منسوبه منسوب سطح الارض او اقل منه. في محبس زيار سلوس فالف، في محبس غلق في المدخل وفي المخرج، وفلوت فالف ومحبس عوامه عشان نتحكم في منسوب الميه. ريبيتد وول ار افري، يعني كل 5 متر في حوائط متكرره زي ما قلنا ومباين في الرسمه كل 5 متر. والحوائط دي عشان ايه؟ قلنا عشان تعمل حواجز لتقليب الميه، وتاني حاجه عشان الاستراكشر سيستم تشيل السقف. الاير فنتس اللي هي الهويات موجوده في كل سيكشن لازم عشان نضمن تهويه للميه. انترميديت وول في حائط متوسط بيقسم الخزان الى جزئين متساويين، نخلي بالنا من الحاجات دي. دي رسمة الخزان، نرجع لها تاني. انا قلت برضو بعد ما عرفنا الخزان نرجع لها نفهم شكله ايه تاني، وهي موجودة في الاول. يبقى ادي منسوب سطح الارض، ادي السهم ده اللبني ده ماسورة الدخول، هنا العوامة منسوب سطح الارض، المية المسافة ما بين الحائط والتاني 5 متر اللي هي المسافة الافقية، المية بتمشي خلال الخزان وبتخرج من الجزء الأخير اللي هي الإفلنت، بيجمع لي الجزئين في ماسورة واحدة.
وموجودة تحت رسمة بتاع الهواية الاير فنت، وموجود سكرين عشان تمنع دخول أي حشرات داخل الخزان. يبقى دي الرسمة بتاع الخزان الأرضي. والقاع بتاع الخزان بنعمله بميل 1 لـ100 عشان ايه، لو حبينا ننظف الخزان ونعمل له غسيل كل 2 3 شهر يجمع المية للمخرج ونعمل له صيانة. في مثال بقى انتوا على التصميم ده انا هسيبه لكم، في ما فيش فيه مشكلة تروح وتحلوا. زي هنيجي بقى للجزء الثاني، الإليفيتد تانك اللي هو الخزان العلوي، اللي هي خزانات المياه العلوية. الأنواع بتاعها الخزانات العلوية زي ما انتم شايفين في الصورة دي، صورتين يعني، دي صورة خزان عبارة عن حلة يا دكتور، اسطوانية. أيوة دكتور، هو هيبقى في محاضرة بكرة إن شاء الله. غير اللي احنا بناخده دلوقتي كمان؟ المحاضرة دي بتاع الأسبوع اللي فات. يعني الليكتشر رقم 9 ديت بتاعت التطهير دي كانت يعني كنا هناخدها برضو الأسبوع اللي فات؟ اه ما هي نفس الاثنين، ما هما جزء صغير بس انا فصلته عشان ده موضوع وده موضوع. بس كده يا دكتور هيبقى كمية كبيرة أوي النهاردة وبكرة كده يا دكتور. لا لا ما فيش كمية، دي الجزء بتاع النهارده ده بتاع الاسبوع اللي فات، وبكره هنبدا جزء جديد بقى في الويست ووتر. احنا في الويست ووتر قدامنا 3 محاضرات عشان بس ايه، او 4، فاحنا ممكن نخليهم 3 ونلغي واحده. احنا كده يا دكتور والله مضغوطين خالص يا دكتور، وايام الامتحانات كتير يا دكتور والله. كده كتير والله خالص يا دكتور. يعني ما احنا معانا، احنا اسماعيل معانا 6 مواد والله تقيل. احنا في مدن عام، مش انشاءات، انشاءات خفاف شوية. احنا كده والله يا دكتور محطوط علينا خالص اسماعيل والله. يا دكتور. يعني احنا بنحاول نختصر، يعني الجزء ده كان بيبقى ضعف الجزء يعني، احنا ولازم الجزء بتاع الويست ووتر ده هتاخده فيه جزء، هنحاول يعني ندي بصورة مبسطة شوية. بس و كده يا دكتور والله والله احنا كده، احنا كده زد نفسنا يعني، ما المناهج كده كبيرة علينا خالص. مش كبير ولا حاجة، أنت الأسبوع اللي فات ما خدتش محاضرة. ماشي يعني بقى، بس يعني ما هو كده ده محاضرتين اتنين اهو غير اللي هناخده بكرة، فكتير والله يا دكتور. لا دول مش محاضرتين، دول أنا بقول لك فصلتهم عشان هم موضوعين مختلفين. عشان بس إيه لما تحاول ترجع لهم في المذاكرة يعني ما يتلخبطوش مع بعض. واحنا كده كده اصلا علينا يعني المفروض علينا شفا، والاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعد منه امتحانات، هناخد الكلام التاني ده ازاي؟ ربنا يسهل يا باشمهندس. حاول بس والنبي يا دكتور خفف علينا الجزء الجاي دوت، عشان كده فعلا والله كتير علينا. ان شاء الله انا غلابه. ماشي ماشي ماشي، شكرا لحضرتك. احنا بس الجزء ده لانك انت لو خرجت واشتغلت في المجال ده لازم تكون عارفه يعني، ودي معلومه مفيده لك. ومجالنا من هو الطرق دلوقتي من اكثر المجالات احتياجا في مصر وفي دول الخليج. فيعني الجزء اللي انت تاخده ده بيعتبر كخبره لك كمان بالاضافه للعلم. الجزء الثاني من الخزانات بقى، هنرجع للموضوع بتاعنا اللي هو الخزان العلوي. يعني لما ندخل اي قريه اي مدينه بنلاقي الخزان العلوي ده موجود. والخزان ده له نوعين او مسميين. اول حاجه ديستريبيوشن تانك، خزان توزيع، يعني انا بحطه بس عشان يخزن ميه لفتره معينه لاستخدام معين. تاني حاجه بالانسنج تانك، خزان موازنه، ده عشان يوازن الضغوط داخل الشبكه بالاضافه للتوزيع. يبقى دول النوعين بتوع الخزانات العلويين. شكل الخزان التقليدي اللي احنا شايفينه عبارة عن حلة اسطوانية موجودة على ارتفاع من فوق سطح الأرض، المية بتدخل له من الهاي ليفت بامب في ماسورة وتطلع للخزان. بيبقى فيه عندي فلوتنج فالف، المية أدام فيه منسوب للمية يبقى لازم في محبس عوام عشان تحافظ على منسوب المية في الخزان، وتبقى المية تنزل لشبكة التوزيع. التانك بيتم بقى بيتم بروفايدنج ويز، يعني بيتم
تجهيز التانك بمحابس دخول ومحابس خروج ومحبس عوامة ومحبس غسيل وهكذا. أنا جايب لك كذا رسمة اختبأ مكانه فين في الشبكة يا دكتور؟ الخزان العلوي احنا هنقول أماكنه دلوقتي ماشي، وانت ادي أول الشريحة اللي بنتكون وانت بتتكلم، الشريحة بتقول ايه the location of the tank، أماكن الخزان العلوي في الشبكة فين. رقم واحد just after high lift pump، يعني بعد محطة الضخ العالي على طول، يعني بعد محطة الترقية بيبقى بعدها خزان علوي، والخزان ده بيبقى في المكان ده لسبب لأسباب. أول حاجة فيكس ذا هيد، بيثبت الهيد على ترمبات الهاي ليفت بامب فبتشتغل بكفاءة. اتنين بيمنع الإفكت أوف ووتر هامر اللي هي المطرقة البائية. الووتر هامر لو أنت مثلا عند حضرتك كده في البيت المية قطعت، جيت تفتح الحنفية بيبقى فيه هواء، تبص لها الهواء ده بيرج الحنفيه وبيعمل يعني ايه، تحس ان هو له قوه معينه، يعني المايه بتخرج بسرعه، الحنفيه نفسها بتترج وهكذا. دي اسمها خاصيه الووتر هامر اللي هي المطرقه المائيه. الووتر هامرنج ديت لما بتحصل يا اما بتعمل على الترمبات بتكسر الريش بتاع الترمبات او بتؤدي لانفجار خطوط المايه في الشوارع، يعني في بعض الشوارع كده. برضه يا دكتور في خزانات مطرقه مائيه بتبقى جوه المحطات غير الخزان العلوي خالص؟ ايوه، ما هو بالنسبه لمحطات الضخ لازم يبقى اللي هو السيرج تانك اللي هو خزان المطرقه المائيه، وده عشان يتلافى تاثير الووتر هامر. لو ما فيش احنا ممكن الخزان العلوي موجود خلاص، يبقى ما فيش استفاد من الخزان العلوي كمطرقه بقى، يعني ده من ضمن الاستفادات يعني. لمنع الووتر هامر. والوتر هامر لو مش محسوبه او الشبكه مش متصممه صح، هنلاقي ان بيحصل انفجارات في شبكه المواسير بدون سبب، يعني في شارع معين هتبص تلاقي الخط انفجر وانكسر، لا عربيه كسرته ولا حد ولا حفر كسره، ده بيبقى ناتج عن الايه الوتر هامر. تاني مكان اللي ممكن الاقي فيه الخزان الارضي ات ذا ميدل اوف سيتي، في نص الايه المدينه، وفي نص المدينه ده بيبقى منطقه وفي اعلى نقطه في المدينه، يعني برضه ممكن احطه في نص المدينه واعلى نقطه. ليه؟ عشان يحسن الضغوط في المنطقه دي. منطقه منتصف المدينه دايما بتبقى منطقه اعلى استهلاكات لان بيبقى فيها اعلى كثافه سكانيه وفيها الخدمات، فبيبقى اعلى استهلاكات موجوده فين؟ في منتصف المدينه، فوجوده بيحسن الضغوط في الشبكه في المنطقه دي. تالت حاجه ات اكستريم بوينت، يعني في نهايه الشبكة، يعني أنا عندي في المدينة في آخر نقطة في المدينة. طب ليه الكلام ده؟ أول حاجة بيحسن الضغوط في آخر نقطة في المدينة، يعني آخر نقطة في المدينة دي بتبقى نقطة مظلومة في توزيع المياه. زمان كان مثلا بيحصل قبل ما يعني على تصميم الشبكات القديم، إن يجي في وقت معين الناس اللي هي في آخر مدينة دي المياه ما بتوصل لهمش إلا بالليل أو في وقت معين، وغير كده ما فيش مياه. فلو احنا حطينا خزان علوي بقى في نهايه هتبقى المايه موجوده عندهم طول الايه اليوم، بتحسن الضغوط في نهايه المدينه. تاني حاجه ممكن في المدن الجديده لو انا حاطط خزان في نهايه المدينه وعاوز اعمل امتداد، بيسهل لي الامتداد بعد الخزان، يبقى ممكن اعمل جزء جديد في الشبكه. الرسمة دي بتبين لي الأماكن اللي احنا اتكلمنا عنها. أول حاجة اللوكيشن يعني جنب الهاي ليفت بامب، زي ما على طول كده جنب الهاي ليفت بامب. الرسمة الثانية في نهاية المدينة، الرسمة الثالثة في المنتصف، الرسمة الرابعة أنا حاطط خزان في المنتصف وخزان في النهاية. طيب هنبص نلاقي عندي الخزان وفي اربع خطوط A وB وC وD. طب الـ A اللي هو التوتال انرجي لاين، يعني انا مثلا لو الخزان ومفيش سحب ميه فارتفاع عمود الميه في المدينه كلها هيبقى المستوى بتاع الخط A. طيب الB بالليل مثلا في حاله اقل استهلاكات
هتبقى المياه هتمشي في المواسير بسرعه قليله، تبقى الفواقد قليله، فنلاقي خط الانرجي لاين بتاعي بدا يميل بقى الخط بي، يبقى ده الهيد لوسز قليل. طب السي في حاله التصرف المتوسط خلاص اللي هي اقل من المينيمم، احنا عندي كلو مينيمم 7 من 10 كلو افريج، في حاله الكلو افريج هنلاقي ان السرعه في الخطوط هتبدا تزيد، الفواقد هتزيد، هنلاقي الانرجي لاين هيقل. طب في حاله الدي اللي هو الماكسيمم كونسبشن ايه اللي بيحصل؟ هنلاقي ان الخط الميل بتاعه زاد لان الفواقد زادت، هنلاقي بدا في جزء من المباني ما بيتمش تخطيطه. طيب يبقى انا الخزان العالي عشان اغطي ده يبقى ارفع ارتفاع الخزان. طب قال لك لا، حل تاني، لو انا حطيت الخزان في نهايه المدينه ايه اللي بيحصل؟ ان هو في حاله المينيمم اللي هو البي ده الخزان هيتملي ميه، يبقى في حاله الجو مينيمم اللي هو بالليل الخزان اتملى. طب لما نبدا نسحب الافريج او نحسب الماكسيمم هنبدا بالاضافه من الميه جايه من المحطه اللي هو الخط اللي جاي من المحطه وبدأ ينكسر، وفي بقت المايه تنزل من الخزان، فبقى في خط تاني يتكون اللي هو الخط التقيل ده اللي هو نازل من الخزان، فده هيغطي المباني في حاله اللي هو التصرف الاقصى. يبقى ديت وظيفه الخزان في تحسين الايه؟ الضغوط. بالليل يتملي المايه تبقى منسوبها اعلى من المباني، بالنهار تبدأ نسحب المايه فيبدأ يسحب من الخزان، بس الخزان ارتفاعه عالي فيغطي ارتفاعات المباني. يبقى دي تحسين الضغوط في الشبكة. نفس الكلام لو الخزان موجود في النص برضو على البي ده في حالة أقل استهلاكات، يبقى منسوب المياه في الخزان يتملي، بالنهار نبدأ نسحب فيبدأ خط اللي هو التقيل ده اللي هو ده خط المياه الجديد بعد الخزان، وهكذا. يبقى دي وظيفة الخزان في تحسين الضغوط. الإليفيتد تانك، الفانكشن اوف إليفيتد تانك. الخزان العلوي له فايدتين، فايدة وفقا للووتر كوانتيتي كمية المياه اللي بيخزنها، يبقى أول حاجة وظيفة بالنسبة لتخزين المياه أول يكفر فلاكوليشن كونسبشن ثرو دي أب. يبقى لو أنتم شايفين الشكل الموجود على الشمال ده على اليمين ده، لو انتم فاكرين اول شيت اللي هو الكونسبشن كاركترستيك كيرف، الخط الافقي ده خط الانتاج بتاع المحطه، الخط المنحنى بقى اللي هو تحت الخط ده وطالع فوق ونازل تحته ده خط استهلاك الفرد. فنلاقي هنا في الاول في جزء ما بين الانتاج والاستهلاك، ده هيبقى جزء تخزين، الجزء الثاني انا عاوز اعوضه، الاستهلاك اعلى من الانتاج يبقى لازم اعوضه، يبقى الخزان ده بيغطي الفرق ما بين الانتاج والاستهلاك. تاني حاجة بيتم تخزين 20% من احتياجات الحريق فيه. يبقى ده وظيفته بالنسبة لكمية المية. الوظيفة التانية with regard to water pressure بالنسبة لضغوط المية. أول حاجة بيمتص الضغط الناتج عن الووتر هامر ابسورب صاد الاكسيس بريشر. دكتور لو سمحت، هو الحريق بالميه بتوفر 80 ولا 20؟ مكتوبه في البي دي اف 20. انا احتياجات الحريق 80% منها بنخزنها في الخزان الارضي و20% الاليفيتد في ال 20. تمام. والاليفيتد بنخزن فيه 20%. ده بالنسبه لكميه الميه، ونخزن فيه كميه الميه اللي تعوض الفرق في الاستهلاك على مدار ساعات اليوم اللي هو الفلاكوليشن. طب بالنسبه للضغوط، اول حاجه بيمتص الضغط الناتج عن المطرقه المائيه تو ابسورب سادن اكسسيف بريشر ثرو ووتر هامر. تاني حاجه تو فيكس ذا هيد بامب، بيثبت الهيد على الترمبات بحيث تشتغل ايه بأعلى كفاءة maximum efficient. بيحسن الضغوط في الشبكة during peak consumption زي ما شفنا الرسمة الموجودة، خلال أقصى استهلاكات الخزان بتبدأ الماء تنزل منه فبيحسن الضغوط في الشبكة. بيسمح للامتداد المستقبلي للمدينة، زي ما قلنا لو حطينا الخزان في نهاية المدينة فبيسمح بالامتداد بعد نهاية المدينة.
بس يا دكتور لو سمحت، الخزان اللي بيبقى في نهاية المدينة ده، ما أنا عشان المية توصل له هيستهلك 20% دول هو في نهاية المدينة، ثاني هيبقى 20. بالنسبة للمنطقة ديت هيبقى مش مخدومة أصلا، مش لأن هو ياخد المية دي. لا ازاي بقى يعني، هنرجع للرسمة أنا عشان أشحن الخزان دوت وهو في نهاية خط. قدامنا، الرسمة الموجودة دي لو بصينا في الرسمة الأولانية اللي هي فوق خالص، الإيه ده لو الخزان مش شغال، لو ما فيش سحب مية، البي ده في حالة استهلاك أقل إيه؟ أقل مياه، يعني اللي هو الوقت موجود في الكيو مينيمم اللي هي موجودة وقت إيه؟ بالليل الساعة 12 بالليل. طيب المية الساعة 12 بالليل أنا بستهلك 7 من 10، والمحطة بتنتج كام؟ 1.4 من 10 كيو افريج. طب الفرق ده هيروح فين؟ الكلام ده يعني بقى مع حضرتك هيروح بس الخزان. هيروح الخزان، بس طب الفرق ان هو بص بقى في الرسمة اللي تحت، اللي ايوه هي الرسمة رقم 2، تمام. البي اهو، هو ده انا مصمم الهاي ليفت بام، وادي البي، وادي الخزان حطيته في الاخر. فالخزان في الحاله دي هيتملي بالليل ولا لا؟ هو طبيعي انه هيتملي بالليل. هيتملي. الاتنين من عشره بتاع الحريق دي ملهاش علاقه باي حاجه، دي موجوده فيه ملهاش علاقه بالاستهلاك. يعني الاتنين بتاع العشره دي انا مخزنها فيه، دي ثابته. بالاضافه للي هو الفلاكوليشن بقى، اللي هو الفرق ما بين البي والدي، اللي هو استهلاك اقصى، اقل استهلاك واقصى استهلاك، الفرق ده بنحطه فين؟ في الخزان العلوي. طيب الخزان اللي هو في اخر المدينه دي في حاله اقصى استهلاك ايه اللي هيحصل؟ هيشتغل معايا، هيعادل الضغوط معايا وهيشتغل معايا. هيعادل الضغوط وهيعوض الفرق. تمام، بس انا لو انا بتكلم في هعمل الشحن بس كفكرة انه يتشحن. ما هو بيتملي في الوقت اللي هو فيه ايه؟ وقت بالليل اللي هو عندي الاستهلاك كيو مينيمم اللي هو 7 من 10، والمحطه بتنتج 1.4 من 10، فالفرق ده بيروح فين؟ بيروح في الخزان العلوي لحد ما يتملي، وانا في وقت الكيو ماكسيمم اللي هي اقصى استهلاك ابدا اسحب، فهيعوض الفرق ده. تمام يا دكتور، هو انا لما حطيت الخزان في نهايه المدينه كده الضغط عند النهايه الثانيه كده هيبقى أقل من النهاية الأولانية، مش هيخدم الضغط كده ولا إيه؟ لا انا حطيت الخزان في نهايه المدينه، ده خد المدينه كلها، يعني يبقى احسن ضغط موجود في المدينه. بس المشكله ان انا عشان اعمل ارتفاع الخزان ده لازم أنا اضخ الميه بضغط عالي عشان توصل الخزان ده، غير ان انا احطه في النص. بس الخزان ده انا بستخدمه، لو احنا بصينا الجزء بقى شمال يمين الخزان ده، لو عملنا امتداد للمباني هيغطيها ويغطي الضغط بتاعها. دكتور اسامه اتفضل. معلش، هو لو حطيت الخزان في اخر المدينه اتجاه السرام بتاع المايه هيبقى عكس الاتجاه الطبيعي بتاعه، صح؟ لا هو مش اتجاه السلام، ما عكس الاتجاه، هو في وقت التعويض، هو يعني لو بصينا في الميل اللي هو جاي، الخط اللي هو التقيل اللي جاي على الدي ده، في الحاله دي المايه جايه من المحطه بتصرف معين، التصرف ده ما كانش بيكفي المدينه كلها، فانا بعوض الفرق منين؟ من الخزان. فالجزء اللي هو مايل ناحيه الدي ده بياخد ميته من الخزان، فيبقى اتجاه المايه من الخزان في اتجاه الدي. ما نقص يا دكتور، اللي هو لو في جزء في المدينة مش هقدر أعوضه أو ما مش توصل له، فاتجاه لا كل المدينة لازم يوصلها مية، اتجاه سريان المية. يعني في تصميم الشبكات الحديثة ما يعني ممكن ما نقولش، ما بنقدرش نحدده، لأن المية بيبقى لها كذا اتجاه وكذا، فبتمشي حسب احتياج الاحتياج. ده هو المقصود ان هو في نهاية الشبكة ان الضغوط بتبقى قليلة اصلا، يعني بعد الاستهلاك بتاع حطينا الخزان في نهاية الشبكة عشان يقضي على الضغوط قليلة. الضغوط القليلة. ليه؟ لأن أنا حطيته بالليل اتملى وبقى ارتفاع الخزان ثابت. هو فبالتالي الضغوط كتصرف اصرف هعرف بالليل نهاية اشحن الشبكة الضغط عشان اوصل له اصلا، كتصرف فانا بالليل اشحن، انما الضغط عشان يوصل له المايه لغايه هناك، فدي الفكره. ما بالليل هتوصل له المية، ما أنا قلت لك الخط اللي هو البي مش ده ارتفاع عمود المية في حالة أقل استهلاك؟
يبقى انا لما اجي احدد ارتفاع الخزان بحدده على اساس البي اللي هو الخط اللي هو بي، فهو في هو هيتملي بقى على منسوب البي ده. يبقى انا عملت الخزان على ارتفاع ايه؟ بي. خلاص بقى هو ده هيتملي. بالنهار المفروض ان الميه كانت بتوصل للخط دي، لو ما لو بصينا الامتداد دي ما كانش مغطي المباني، لكن في حاله الخزان خزان اتملى هيغطي المنطقه اللي حواليه، تبدا الميه تنزل من الخزان بارتفاعها بالضغط بتاع الخزان، ضغط الميه هيكون هو متوافق مع ارتفاع الخزان، فهتنزل الميه بالكميه المطلوبه والضغط المطلوب. يبقى قلنا دي وظيفة الخزان بالنسبة للضغوط. الرسمتين انا حطيت رسمتين برضو عشان يوضحوا ازاي الخزان بيشتغل. انا عندي الهاي ليفت بامب ده الاتش توتال اللي هو الضخ بتاع الترومبة، مثلا قلنا 50 متر، الترومبة الهيد بتاعها بتضخ مية لارتفاع 50 متر. طيب اول حاجة التوتال انرجي لاين ده في حالة مفيش استهلاك هيبقى أفقي. تاني حاجة الهيدروليك جريدينت لاين في حالة كيو مينيمم بالليل، هنلاقي الخط بدأ يميل في الاتجاه ده. الهيدروليك جريدينت لاين في حالة الكيو ماكسيمم هيبقى اللي هو الخط ده، فالمفروض إن هو لا يقل عن 25 متر. يبقى لما نيجي نصمم أبعد نقطة في المدينة الهيد بتاع ارتفاع عمود المية ما يقلش عن 25. ليه بقى؟ بيقول ال 25 مية دول يغطوا 5 أدوار يعني 15 متر للدور الخامس، 5 متر لوسز في شبكة المبنى، وخمسة متر عشان الحنفية أو تشتغل. يبقى أقل هد عندي في أي نقطة في المدينة 25. طب زيادة عن كده عن الخمس أو 6 أدوار إيه اللي يعمل؟ بتعمل أنت حضرتك أو المستخدم بيعمل ترمبات رفع خاصة بالمبنى اللي هو موجود فيه. يا دكتور ده احنا بنفتح الماء يا دكتور، لو مش مشغلين الماتور الماء ما بتوصلش اصلا الدور الاول. ما هو ده لان الشبكة نفسها مش يا اما مش متصممة شبكة قديمة، فبالتالي ان الضغوط ما بتحققليش الكمية ولا الضغوط. بس المفروض ان انت لما تيجي تصمم بقى شبكة جديدة تحقق على الاقل ارتفاع 25 متر في اخر نقطة في المدينة. يعني كام؟ 5 أو 6 أدوار. اللي فوق 5 أو 6 أدوار ده المفروض ما يطلعلوش مية، أنا مش ملزم إن أنا أوصل له مية. فهو يوصل ميته إزاي؟ هو يعمل الماتور رفع عنده يرفع الماتور. يعني الغرض من الرسمة دي إن إحنا نتخيل إن المية وهي ماشية بيحصل اللوسز دي نتيجة الفواقد في الشبكة، نتيجة إن فبالتالي إن كل ما ببعد عن محطة الضخ كل ما اللوسز بتزيد فارتفاع عمود المية بيقل. بس يا دكتور الأدوار العالية دي المية ممكن توصل لها لو أنا في التصرفات القليلة أو بالليل يعني صح؟ ما هو بالليل طبعا، ما هو في ناس مثلا في الدور الرابع الخامس السادس ما بيوصلوا، يقول لك الإيه المية ما بتوصليش إلا بالليل. ما هو بتوصل في الوقت اللي احنا بنقول عليه ده في وقت اقل استهلاكات، فالهيدروليك جريدينت لاين بتاعي بيترفع لفوق فبيوصل لهم المي. ده مثلا لو انا حطيت الخزانات ممكن احط خزانين ورا بعض، يعني في المدينه ما بيبقاش خزان واحد بيبقى فيها مجموعه من الخزانات، فكل خزان ممكن يدي ايه خزان تاني. لو انا بصيت مثلا ادي خزان جنب الهاي ليفت بامب الهيدروليك جريدينت لاين في حاله الكوماكسيم اللي هو بالسهم التقيل ده، شوف هيبقى شكله ازاي. طب هو معنى كده مش هيحقق لي الضغوط في المدينه، جيت حطيت خزان رفع لي الهيدروليك جريدينت لاين للخط الاحمر ده، طيب في اخر المدينه بعدت شويه رحت حط خزان تاني بالهيدروليك جريدينت لاين بتاعي وهكذا. بقى ده ارتفاع عمود الميه اللي بيحققه ايه؟ الخزانات، وجود الخزانات، يعني الخزانات بيحسن من الضغوط في الشبكه. واحد برضه يجي يقول لك لو انا جنب المحطه او جنب خزان علوي، الخزان العلوي ده ارتفاعه 50 متر، طب ما هو ده انا لو في الدور العاشر هيوصل لي ميه بدون ترمبات. يبقى انا لو في ادام انا تحت الخط الاحمر ده هيوصلني ميه. الخط الاحمر ده ارتفاعه 30 متر 40 متر، لو انا في ال 30 40 متر هيوصلني ميه. ماشي؟
دي رسمة مفصلة للخزان العلمي. عاوزين بقى نتكلم ونقول الخزان ده بيشتغل ازاي. قلنا الخزان ده بيخزن مياه بالليل في وقت اقل استهلاكات، وفي وقت الاستهلاكات العالية بيبدأ نسحب منه مية. هل في حد بيشغله ولا بيشتغل لوحده؟ لا، الخزان ده بيشتغل لوحده، يعني ما فيش عم شعبان ولا عم رمضان ولا إبراهيم ولا الكلام ده قاعد يفتح ويقفل المحبس، هو الخزان بيشتغل لوحده. طيب المية شغالة ازاي؟ هنبص نلاقي الماسورة اللبني عندي هنا جايين، دي الهاي ليفت بامب بتضخ في شبكة المدينة. هنلاقي شبكة المدينة اللي هي الماسورة باللون اللبني موصلين عليها ماسورة الخزان. الماسورة اللي باللبني في الخزان هتبدأ المية تطلع في الماسورة دي. طب هنلاقي في كسرة تحت وماسورة لبني تحت، هنلاقي ده نان ريتيرن فالف، محبس عدم رجوع. المحبس ده بيسمحش بدخول المية، فالمية تطلع والتنتة ماشية معايا الأعلى في الخزان. شمال هنلاقي في محبس تخفيف ضغوط، وده اللي يمتص المطرقة المائية، لو في مطرقة مائية هينفس المطرقة المائية وتخرج. طب الضغط الناتج عن المطرقة المائية. طب هنكمل مع الماسورة، هنمشي شمال هنلاقي ماشية شمال وموجود هنا حاجة اسمها فلوت فالف، محبس عوام على ماسورة المدخل. المحبس العوامة دي أنا بحدد منسوب المية في الخزان، لو محددتش منسوب المية ممكن الخزان يتملي والمية تفيض من الخزان وتنزل على المباني المحيطة بيه، فحاطط محبس عوام. الخزان، طب الخزان يتملي ازاي؟ بالليل المية تطلع في الماسورة اللبني، هنلاقي في سهم طالع وسهم نازل، خلينا بس السهم الطالع، هتطلع المية على محبس العوام، خزان فاضي هيبدأ الخزان لحد ما يتملي، اتملى الخزان العوامة هتروح قافلة، المية مفيش مية، يبقى كده الخزان اتملى بالليل. جينا صحينا الصبح الاستهلاكات زادت، فاحنا عاوزين ايه؟ المية بدأ الضغط يقل في الشبكة، يعني هنلاحظ بقى ان منسوب المية في الخزان ده لو الارتفاع مثلا 70 متر بقى الهيد هنا 70 متر، لو الهيد في الشبكة قل عن 70 متر طيب المية عاوزة تنزل. يبقى عندي الماسوره اللي هي اللبن اللي تحت اللي عليها عدم الرجوع دي، هنلاقي ان الميه بتسمح هتسمح بالميه من الخزان على نفس الماسوره اللي كانت الميه طالعه منها. طب وبتسمح ليها تنزل ليه؟ لان الضغط في الشبكه بقى اقل من ارتفاع الخزان، فالميه نتيجه وزنها هتنزل من الخزان على الشبكه. هتنزل منين؟ من الماسوره اللي هي الجانبيه ديت اللي فيها محبس عدم الرجوع اللي بيسمح بس بنزول الميه. الميه هتنزل نفس الماسورة، يبقى الماسورة دي بتطلع وتنزل منها المية، هتنزل على شبكة المدينة نفس اللي كان طالع منها المية. يبقى الخزان كده شغال في الوقت أقصى استهلاكات، المية نزلت نستخدمها وهكذا. جينا بالليل يبقى الضغط في الشبكة هيبقى أعلى من منسوب الخزان، فالمية تطلع الخزان لحد ما تملاه وهكذا. يبقى دي عملية مستمرة، يبقى دي اسمها عملية تشغيل الخزان. طيب الخزان ده عاوزين نغسله، لازم كل دكتور. شهرين نعمل له صيانة. أيوة دكتور، اتفضل. الحتة بتاعت يعني لو في وقت الذروة الاستخدام الرجوع بيحصل ازاي؟ معلش تاني. وقت ذروة الاستخدام الخزان ده قلنا ارتفاعه 70، اللي بيحصل في الشبكة ان نتيجة الاستهلاكات الفواقد بتزيد، فالضغط داخل الشبكة بيقل، فنلاقي ضغط الشبكة بقى 30 مثلا أو 40، وارتفاع المية في الخزان على كام؟ على 70. طيب المية أنا عامل هنا ماسورة هي في أسفل، هتروح نازلة من الماسورة ديت على الشبكة، يبقى محبس عدم الرجوع ده هيسمح بإنها تنزل، لكن ما بيسمحش إن المية تطلع منه. طب نتيجة لو محبس العوامة اتكسر أو أيا يكن، أيوه لو محبس، ما احنا هنيجي بقى، احنا اتكلمنا في الجنب اللي هو الشمال ده اللي في الماسوره اللبن، هنيجي على الجنب الثاني. ماشي، الجنب الثاني دي اولا في حاجه هنا هتلاقي مكتوب اوفر فلو، طبعا نتيجه مع الوقت والكلام ده محبس العوامه ممكن يحصل فيه مشكله، منسوبه يختلف شويه، فالميه هتبدا ترتفع لو ما عملناش وسيله ان احنا
لتصريف الميه، الميه هتنزل من الخزان على المباني المحيطه. فعاملين حاجه اسمها اوفر فلو، ماسوره ثانيه اهي، الماسوره اللي احنا شايفينها تحت اللي هي اخرها مكتوب ويست ونازله من فوق، وادي فوق كده مكتوب الاوفر فلو، ماسوره المأخذ بتاعها على ارتفاع 10 سم من منسوب الميه. لو محبس العوامه باظ ما تبدا ترتفع، فلما ترتفع هتلاقي هتنزل في الماسوره اللي هي بتاع الاوفر فلو ديت، وتنزل وهتروح على يا اما شبكه المجاري يا اما على ترعه او مصرف. يبقى ديت عمليه الايه؟ لو محبس العوامه حصل له كسر. لو انا عاوز اعمل صيانه بقى الخزان ده كل شهر او شهرين بنعمل له عمليه غسيل. طيب عشان نعمل عمليه الغسيل ديت عشان نحافظ على الميه يبقى عاوزين نفضي الخزان. عندي في المدخل بتاع الخزان في سلوت فالف، في ماسوره الدخول ديت في محبس غلق موجود اسفل مش واضح يعني. بنقفل الميه داخل الخزان، يبقى احنا كده مفيش ميه تطلع الخزان. وهنيجي في الجنب الشمال كده موجود مكتوب سلوس فالف او ووش بايب اللي هي ماسوره الغسيل، نروح فاتحين المحبس اللي تحت ده هيفضي لي الخزان كله والميه تروح على الايه؟ على الويست. نغسل الخزان ونعمل له الصيانه المطلوبه، وبعد كده نروح قافلين المحبس بتاع الوش بايب ديت ونبدا ونفتح المحبس بتاع الخزان يبدا يتملي. يبقى دي عمليه الايه؟ الغسيل. يبقى دي عمليه الاوبريشن اوف هاي ليفت بامب، وهي موجوده مكتوبه، هتلاقيها مكتوبه في السلايد دي. رسمه تاني الخزان برضو دكتور، هو هي المايه جزء منها بيطلع للخزان وجزء منها بيروح لشبكه التوزيع؟ ما هو اللي جايه من الهاي ليفت بامب. المايه اللي جايه من الهاي ليفت بامب الناس بتستخدم المايه عادي، والمايه الزياده عن استهلاكهم بتطلع من الشبكه للخزان. في حالة أقصى تصرفات استهلاك الناس بيزيد عن المية اللي جاية من هاي الليفت بامب، فتعوض ده منين؟ من الخزان. تبدأ المية تنزل من الخزان للناس تستهلك. يعني أصلا يعني يا دكتور اللي هي الهاي ليفت بامب دي مش بترفع المية اهوت لفوق في الخزان خالص فوق ليه يعني؟ ما بت يعني المفروض كده يبقى ضغط المايه شديد اصلا من غير ما الخزان يبقى سواء مليان او فاضي، المفروض يبقى ضغط المايه شديد مش شرط بالليل بس. ليه ما بيطلعش يعني بقى يعني بس ايه؟ انا خلينا في الرسمه دي ماشي، في اللي قدامنا الهاي ليفت بامب انا باجي اصممها على اساس تديني كام؟ ال 25 متر دول ماشي، ال 25 دول مع ايه؟ الكيو ماكس. طيب الاتش توتال بتاعها ده احسبه ازاي؟ عباره عن ال 25 متر ديت زائد الفواخد من اول النقطه بتاع ال 25 لحد الهاي ليفت بامب اللي هي الهيد لوسز في الشبكه، فيديني اتش توتال. يبقى ال 25 ممكن يبقى عشان احققهم يبقى الهاي ليفت بامب تبقى 50. ده في حاله ايه؟ اقصى تصرف. ايوه تمام. في بعض المدن بقى لما نيجي نتكلم عشان احقق ال 5000 اتش توتال ديت ممكن توصل 150 متر، وشبكه المواسير مش هتحتمل الضغط ده يعني 15 بار، وكل ولو انفجرت هتبقى مشكله كبيره، والطرمبات هتبقى محتاجه طاقه كبيره والكلام ده. فبنعمل ايه؟ مكان ال 25 متر دول نروح حاطين ايه؟ هاي ليفت بامب، هاي اللي فيت التانك، خزان علوي. فالخزان العلوي يعمل ايه؟ زي ما موجود في الشريحه دي. يبقى انا مش محتاج اشتغل على الايه؟ على الخط اللي هو بتاع كيو ماكسيم، لا انا هشتغل على الخط بتاع ايه؟ بالليل. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا الهاي ليفت بامب مش محتاج اوصل 150، ده انا ممكن انا عاوز 70 املى الخزان والخزان يعوض لي الفرق. ايوه تمام. يعني يبقى في حاله اقصى استهلاك بيحصل بيبقى فيه فواقد كبيره، فالهيد هيقل بتاع الارتفاع عمود الميه هيقل. هو الهاي ليفت بامب بتضخ بالمعدل بتاع الاتش توتال اللي هو مثلا 70. طب ال 70 ده في حاله اقصى استهلاكات بنبص نلاقي ان الهيد بتاع الاستهلاك اللي هو موجود في المدينه هو نفسه اللي بيقل. فبنعمل الكلام ده بنعوضه بالالفيت التاني.
هو استخدام الخزانات العلوية برضه يا دكتور في حالة إن الشبكة عندي ضعيفة برضه كمواسير ضعيفة بكتر عدد خزانات. لا، هو هي الخزانات لها علاقة بتحسين الضغوط، المواسير ضعيفة دي حاجة تانية. يعني مش هتستحمل الضغوط العالية، فالفكرة في كده. ما هو كده كده عشان الضغوط العالية دي محتاجة إن أنا أجيب مضخات بتكون الهيد بتاعها عالي، فدي هتستهلك كمية طاقة كبيرة. هيبقى الشبكة نفسها هتتحمل الضغوط العالية ديت يا دكتور. المواسير نفسها مش هتتحمل زي ما أنت بتقول. وتاني حاجة لو حصل انفجار، تخيل يعني الشارع والشوارع اللي جنبها تغرق، هتلاقي مية ضربت بكميات كبيرة وضغط عالي بهدلت الدنيا. فالخزانات العلوية بتحسن الضغوط في داخل الشبكة وبتخلي التشغيل عملية سلسة وغير مكلفة. تمام يا دكتور. ديت الأوبريشن ستيب موجودة تقروها، أنا شرحتها. هنيجي بقى على ديزاين كريتيريا. الفوليوم اوف الفيت التانك، حجم الخزان العلوي. زي ما كنا بنقول حجم الخزان الارضي في واحد في اثنين او في ثلاثه زائد السي فاير، هنا لا، هنقول في واحد او في اثنين زائد السي فاير. السي فاير هو 2 من 10، الجزء المتبقي. الارضي كان 8 من 10، العلوي هيبقى كام؟ 2 من 10. طب الفي واحد هيعمل لي الفلاكوليشن في استخدام الخزان. يعني انا عندي الفي واحد اللي هي الكيو ماكسيمم هورلي ناقص الكيو ماكسيمم ديلي فور وان هاور لساعه واحده. ده التغير في الاستهلاك خلال ساعات اليوم، اللي هو ما بين اقصى ساعه واقصى يوم، يبقى هيبقى 2.5 ناقص 1.8 في 1 ساعه. ده حجم التخزين اللي هو يعوض الفرق ما بين اقصى ساعه واقصى يوم. الفي 2 ده بيطلع من كاركترستيك كيرف او الكوموليتيف كيرف، وهنقول ازاي هنجيبه. الفي 2 بتساوي الاي زائد البي مضروبه في البوبيليشن، اللي هو حجم التخزين لكل واحد، الفرق بقى في الاستهلاك من الكاركترستيك كيرف او الكوموليتيف كيرف، وهنقول ازاي بنجيبه. يبقى السي فاير 20%، يبقى جبنا حجم الخزان هنجيب الاكبر من الفي واحد او الفي اتنين. احنا قلنا الفي واحد 2.5 ناقص 1.8 في 1 ساعه، في افريج في 1 ساعه. الفي اتنين هنجيبها ازاي دلوقتي؟ يبقى اعتبر هنأجل في اتنين ازاي؟ هناخد الاكبر منهم نزود عليه 2 من 10 احتياجات الحريق، يبقى اداني حجم التخزين في الخزان العلوي. طيب حجم الخزان الواحد بيتراوح ما بين كام؟ من 50 ل 10,000 متر مكعب. يبقى الخزان العلوي ده حجمه ممكن يبقى 50 متر، وممكن يوصل لحد 10,000 متر مكعب. يبقى الحجم بتاع غالبا مثلا لو هو خزان اسطواني هيبقى بالشكل ده في الرسمه اللي احنا شايفينها. القطر الخارجي بتاع الاسطوانه فاي نوت، والقطر الداخلي فاي. يبقى الحجم بتاع التانك دي في الفاي نوت تربيع ناقص الفاي واحد تربيع، اللي هو الباي دي، ده مساحة الخزان. الدبس في مساحة الباي على 4، مش المفروض في باي على 4 يا دكتور؟ أقول لك في باي على 4 دي غلطة مش موجودة، عشان دي مساحة المقطع اللي هو باي على 4 فاي نوت تربيع ناقص فاي واحد أو تربيع. ماشي. الفاي واحد بقى ديت من القطر بتاعها من 1 ل 3 متر، والواحد 3 متر دي بيطلع فيها المواسير اللي هي ماسوره الطلوع وماسوره النزول، وتاني حاجه بيبقى فيها سلم اللي بنطلع منه العمال عشان تعمل عمليه الصيانه. يبقى بيطلعوا من السلم ويدخلوا جوه الخزان من الفتحه الداخليه دي. الدبس بتاع الخزان ممكن يوصل لحد 10 متر. عدد الخزانات برضو اقل من اكبر من او يساوي 2. القطر الخزان اكبر قطر الخزان يبقى في حدود 35 متر. يبقى دي جبنا حجم الخزان، نجيب نجيب العمق مثلا نقول 5 متر 8 متر، جبنا المساحه السطحيه. المساحه السطحيه هتساوي باي فاي سكوير نوت سكوير ناس باي 1 سكوير على 4، هتديني المساحه بتاع الخزان. نجيب القطر بتاعه، يبقى ناقص لنا نجيب الايه الفي 2.
اللي هو الحجم الخزان اللي هو من الكوموليتيف او الكاركترستيك كونسبشن كده. لو بصينا للمنحنى الاستهلاك اللي هو الكاركترستيك كونسبشن كيرف زي اللي احنا خدناه في اول شيت للسنه بيبين الاستهلاك على مدار ساعات اليوم، بنعمل منحنى تاني. المنحنى ده علاقه ما بين الوقت وما بين الكونسبشن اللي هو الاستهلاك التجميع. الخط الاخضر ده بنسميه كوموليتيف برودكشن كيرف، منحنى تجميعي الاستهلاك على مدار اليوم. لو جينا بصينا مثلا انا عندي الساعه 12 افتر ميد نايت بعد منتصف الليل كان الانتاج بتاع الطرمبات في بدايه اليوم صفر، الساعه 12 بالليل بعد نهايه اليوم يبقى الخزان بينتج مثلا الووتر كونسبشن اللي هو الترمبات هتنتجت كميه الميه اللي بيستهلكها الفرد اللي هي عباره عن اللي هو ايه الووتر كونسبشن. طيب الاستهلاك الفرد هنيجي يعني نرسم نجمع بقى الاستهلاك، الساعه 2 استهلك كذا، الساعه 4 استهلك كام لتر، الساعه 6 8 10 لحد ما نوصل الساعه 12 نقول ان هو استهلك كذا في الساعه 12. يبقى ده استهلاك الفرد في على مدار اليوم. فهنبص هنرسم العلاقه دي هنلاقي الخط الاحمر ده منحنى بيبين تجميع استهلاك الفرد، يبقى الاستهلاك بدا صفر برضه في نهايه في بدايه اليوم وانتهى في نهايه اليوم اللي هو الووتر كونسبشن اللي هو مثلا هنا 240. يبقى المفروض الطرمبه هتنتج الووتر كونسبشن اللي هو الكوموليتيف برودكشن كيرف، البرودكشن كيرف ده اللي هو منحنى انتاج الطرمبه، المفروض ان الطرمبه بتنتج للفرد الووتر كونسبشن بتاعه والفرد بيستهلك ال 24 ساعه الووتر كونسبشن. رسمنا المنحنى الاولاني اللي هو بالاخضر ده اللي هو بدايته عند الساعه 12 منتصف الليل بتساوي صفر ونهايته عند الساعه 12 برضه منتصف الليل بيساوي الووتر كونسبشن. نروح رسمين من منحنى او من نتائج استهلاك الفرد على مدار ساعات اليوم اللي هو عندك جدول بيقول لك الاستهلاك كل ساعتين كذا كذا، نبدا نجمعهم ونرسم المنحنى الثاني ده. رسمناهم عاوزين نحدد بقى الاي والبي اللي احنا هنستخدمهم في ايجاد حجم التخزين. هنروح جايين عند اقصى نقطة انحناء في المنحنى ونروح عاملين خط موازي لخط الانتاج، خط الانتاج اللي هو البرودكشن كيرف اللي هو بالاخضر، يبقى عند تحت كده في الجزء الاحمر ده نروح عاملين خط ايه مماس للمنحنى الاحمر موازي للخط الاخضر، ومن نقطة التماس هنروح واخدين خط رأسي. الخط الرأسي ده ما بين الانتاج وما بين الاستهلاك اللي هو هيديني نقطة ايه، يبقى في النقطة دي بيحصل عندي الانتاج اعلى من الاستهلاك بيحصل تخزين، يبقى الايه دي بيحصل انكريز او تخزين في المية. هنيجي عند المنحنى الاحمر برضو في الجزء العلوي ده نرسم مماس موازي للخط الاخضر، ومن نقطة التماس هنرسم خط رأسي هيديني النقطة بي. في النقطة دي انا عندي الاستهلاك اعلى من الانتاج، فبيحصل ان يحصل انا عاوز اخزن الجزء ده في الخزان. فيبقى انا دلوقتي عشان اجي نرجع بقى لديزاين كريتيريا، يبقى في 2 هتساوي ال A زائد ال B، يبقى هقيس ال A هتطلع كذا لتر، ال B كذا لتر، ويبقى كل فرد انا بخزن له A زائد B واضربهم في البوبوليشن بتاعته. يبقى من المنحنى ده هجيب الـ A وهجيب الـ B واجمعهم واضربهم في عدد السكان هيديني كمية المية اللي انا بخزنها للأفراد. يبقى هنرجع نقول للديزاين كريتيريا، انا عندي الفي واحد حسبتها، الفي اتنين جبتها من المنحنى، يبقى هناخد الاكبر منهم ونزود عليهم 20% من احتياجات الحريق، يبقى اداني حجم الخزان.
جبت حجم الخزان اروح اسمه على العمق بتاع الميه يديني المساحه السطحيه، بعد ما جبت المساحه السطحيه اجيب قطر الخزان. يبقى دي تصميم الخزان العلوي، عمليه بسيطه جدا، بس كل القصه ان انا ارسم الخزان المنحنى التجميع. وهتبقى في مساله موجوده، مساله هنا في السلايدز لطريقه ازاي ارسم وازاي احسب الكلام ده. يبقى دي والكلام ده الشرح اللي انا قلته. يبقى بالنسبه لي كده انا هصمم الخزان على اساس العلوي واجيب الحجم بتاعه. طب هو كان شغال 24 ساعه، في حاجه تاني لو هو بيشتغل اقل من 24 ساعه؟ يعني الخزان لو هو المحطه بتاع الهاي ليفت بامب او محطه المياه، زي ما انتم خدتوا في مسائل في الشتات الاولانيه انها المحطه بتشتغل 16 ساعه 20 ساعه 18 ساعه. طب لو المحطه بتشتغل 16 او 18 او 20 ساعه، يبقى الخزان، يبقى الضخ الخزان هيبقى في وقت الايه المحطه شغاله. فهنرسم برضو نفس الكلام، يبقى الوركينج بيريود اقل من 24 اور، هنفترض انه 20 ساعه، من الساعه 2 للساعه 10 بالليل، من 2 بعد منتصف الليل لحد الساعه 10 قبل منتصف الليل نفس الكلام. هنرسم الخط بتاع الاستهلاك اللي هو هيبدا انتاج الطرمبات بيبدا كام؟ الساعه 2 هيبقى صفر، وانتاجها الساعه 10 بالليل هيبقى الووتر كونسبشن، يبقى واروح موصل بينهم هيديني البرودكشن لاين اللي هو خط الانتاج. طيب خط الاستهلاك، هل الفرض له علاقه ان الطرمبات شغاله 16 20 24؟ ملوش دعوه، الفرد بيستهلك على 24 ساعه. يبقى بدايه الاستهلاك بتاعه الساعه 12 منتصف الليل، ونبدا نجمع الاستهلاك كل ساعتين ونرسمه نقطه نقطه، ونرسم منحنى الاستهلاك. يبقى منحنى الاستهلاك هنا مش هيختلف عن منحنى الاستهلاك في الرسمه اللي قبل كده، لكن اللي اختلف اللي هو المنحنى بتاع الطرمبات، انه بدا الساعه 2 وانتهى الساعه 10. طب عاوزين نجيب الاي والبي عشان نقول ايه، نحسب الحجم بتاع ايه الفي 2. هنلاحظ ان انا عندي من التقاطع، هنيجي برضو في عند نقط المنحنى، النقط الاقصى نقط في المنحنى اروح اعمل تسميم موازي لخط الانتاج، فيبقى عندي ادي بي 1 و اي 2. طب في بدايه التشغيل في فرق عند الساعه 2، في فرق ما بين الانتاج والاستهلاك، هنروح واخدين خط راسي هيبقى ده A1 اللي هو الفرق ما بين الاستهلاك والانتاج. عند في النهايه هيبقى في فرق ما بين الاستهلاك برضو والانتاج، هنروح واخدين خط هيديني B2. يبقى انا عندي A1 و A2 وB1 وB2. طب هناخد ايه؟ هناخد الاكبر منهم، يبقى هناخد الماكسيمم اوف A1 او A2 زائد الماكسيمم اوف B1 او B2. هناخد الاكبر منهم كل واحد ونضربه في البوبوليشن يديني الفي 2. يبقى الاي 1 مثلا هتساوي 4، الاي 2 8، البي 1 5 والبي 2. يبقى هنروح واخدين الاي 2 8 وهناخد البي 1 اللي هي ال 5، يبقى الاي زائد البي 8 زائد 5 هيساوي 13. يبقى ديت الايه القيمه اللي هنحسب عليها حجم الخزان. طيب لو احنا لاحظنا والكلام ده في المسألة المحلولة، لو تحاولوا تحلوها وتشوفوا الأرقام، هنلاقي إن أنا لما شغلت الطرمبات الساعة 2 لحد الساعة 10 حجم التخزين في الخزان بقى أقل. ليه؟ لأن أنا يعني الطرمبات بقت يعني الساعة 12 مفيش استهلاك. أنا في الحالة دي الطرمبات بقت شغالة تقريبا مع الاستهلاك، فقريبة منه، فبالتالي مش محتاج تخزين كبير. فطريقة التشغيل أقل من 24 ساعة بتديني حجم خزانات علوية أقل، فبتبقى أحسن في التكلفة واقتصاديا أكتر في تشغيل الطرمبات. طب يا دكتور الساعات اللي هي مش شغالة فيها المحطة التعويض بيبقى منين؟ من الخزان. يعني أنا ببقى مفيش إنتاج في المحطة بس الخزان الأرضي بيستهلك. لا الخزان العلوي، الخزان العلوي الهاي ليفت بامب مش شغاله. يعني هنلاحظ لو بصينا للرسمه دي، لو انت شايف عندك الماوس ظاهر عندك،
من الساعه 12 للساعه 2 في استهلاك بتاع الفرد مش كده والانتاج صفر. طب هو ياخد هيعوضه بايه اللي هو بقى عندي الجزء اللي هو ايه اي واحد ده الاي واحد ده هياخده منين؟ من الخزان. خزان العلو. خزان العلو. ما انا الراجل بقول عندي ايه واحد اللي هو ايه انا عندي احتياج والاي 2 اللي انا جبته هنا برضو في احتياج للاستهلاك اعلى من الانتاج هاخد الاكبر منهم واخزنه فين؟ في الخزان العلو. تمام. في الوقت اللي هو بعد الساعة 10 بالليل في استهلاك وفي انتاج، طب اللي هياخد الفرق منين؟ اللي هو البي 2 ده. فعندي البي 2 وعندي البي 1 هاخد الاكبر منهم، يبقى انا بعوض الفرق في وقت عدم التشغيل ده من الخزان العلوي بيكون هو مخزن لي الجزء ده. الرسمة ديت بتوضح لي الطريقتين. لو انا عندي اللي هو شغال 24 ساعة يبقى ادي الخط بتاع البامبنج كيرف او ماشي، ودي خط الكوموليتيف كيرف اللي هو خط الاستهلاك، فبيبقى عندي نقطة واحدة البي والاي باخد الاكبر باخدهم مجمعهم يبقى الاكوالايزين استوراج اي زائد بي. لو انا شغال في وقت مش 24 ساعة او انا افترض ان عندي كذا نقطة المنحنى بتاع الاستهلاك بقى بالشكل ده طالع ونازل وطالع ونازل، طب هاخد هاخد ايه؟ هيطلع بقى عندي ثلاث قيم او قيمتين للبي او قيمتين للايه، هاخد ايه اكبر قيمتين؟ يبقى دايما الايه والبي بناخد اكبر قيمه من الايه واكبر قيمه من البي سواء شغلنا 24 ساعه 20 ساعه 16 ساعه وهكذا. كده الجزء بتاع الاليفيتد ستورج، الجزء ده الشيت موجود فيه مجموعه مسائل تحاولوا تحلوها. في مساله هنا انا حليتها لكم يعني موجوده في المحاضره تشوفوها وتحلوها. انا نزلت لكم الجزء ده على التيمز يعني نزلته اللي عاوز يطبعه او يشوفه. في اي سؤال او اي استفسار؟ احنا عاوزين بس يا دكتور المحاضره بتاعت بكره تبقى خفيفه عشان ما يبقاش بس الكميه كبيره علينا. ان شاء الله ان شاء الله نحاول يعني هنبدا بكره ان شاء الله في الجزء بتاع الويست ووتر هندي مقدمه وبعدين نبقى ربنا يسهل في الباقي ان شاء الله. تمام يا دكتور شكرا. اي استفسار تاني؟ درجات الميتر الموضوع يعني غالبا على الاسبوع الجاي ان شاء الله ما تقلقوش يعني الدرجات كويسه وانا ما فيش مشكله يعني. معلش يا دكتور هي حته بس كده تحت مني حته هو حته صغيره خالص. اتفضل. كان انهي الاحسن بس لما نبقى نشغل المحطه 24 ساعه ولا لما نشغلها فتره اقل من 24 ساعه بالنسبه لحجم الخزانات الخزانات العلويه الافضل نشغلها اقل من 24 ساعه. ايه السبب بقى؟ ايوه الانتاج لو انت ملاحظ الاستهلاك الساعه 12 بالليل الساعه 2 بيبقى قليل، فالمحطه بتنتج ميه والميه دي بتروح فين؟ بتروح الخزان. الخزان العلوي. طب ما انا ما في الوقت ده خلاص ما شغلش المحطه، وبالتالي لو انا احتجت استهلاك صغير اخده من الخزان العلوي. الناس بتبدا من الساعه 4 الاستهلاكات تبدا تزيد فهبدا اشغل المحطه، يبقى انتاج المحطه متوافق مع الاستهلاك، فبالتالي الناس هتاخد اغلبيه استهلاكها من الايه من المحطه مش من الخزان، فيطلع حجم الخزانات اقل. تمام تمام وصلت كده بقى. والمثال الموجود محلول هيبين النقطه دي لو انت اللي انا المحلول في المحطه. تمام جدا ماشي. طب السلام عليكم. اتفضل.